السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية قبل ما نبتدي الليكتشر بتاعتنا، حابب ان انا افكركم واطلب منكم ان احنا كلنا ندعي لاهلنا في غزة ان الحرب تنتهي ان شاء الله قبل رمضان، وان رمضان يجي عليهم وعلينا وهم في خير حال وفي امن وامان، ويعني ربنا ينصرهم وربنا يطعمهم من جوع، ربنا سبحانه وتعالى يحملهم ويحميهم. طيب يلا نبتدي. Look here. أعرف ما تحته الخط. بالعربي على فكرة، مش عايز إعراب بالإنجليش، يعني إعراب بالعربي. The cat in the box is mine. يلا مين يعرف in the box؟ ها تفضلي. in حرف برد. تمام. in the box دي اسم جر مجرور. مجرور تمام حلو. is mine. لا لا بس اللي تحت خط. شكرا. in حرف جر، the box اسم مجرور، عربي ده صح؟ طيب وشبه الجملة في محل جر صفة، صح الكلام ده ولا غلط؟ انتوا فاكرين عربي اصلا؟ فاكرين؟ بجد والله؟ يعني مش عارفين يعني ايه شبه الجملة في محل جر؟ طيب دي اسمها phrase in English، لو حاولنا نجيب لها مقابل بالعربي هيبقى شبه جملة. تمام؟ شبه الجملة دي ليها function، يعني ليها وظيفة، يعني لها إعراب زي العربي بالظبط. شبه الجملة دي هنا بتشتغل إيه في الجملة دي كلها؟ بتشتغل صفة adjective. فلما أقول شبه الجملة في محل جر نعت بقى، عشان أقول لكم بالعربي بالظبط يعني بتاع زمان، فهنا الفريز دي فعلا functions as an adjective. طب adjective ليه يا جماعة؟ صفة لإيه؟ cat. كلام جميل. طيب انا ليه قلت ان دي adjective يا شباب؟ ليه adjective؟ ها يلا يا جماعه اتكلموا. هو في ايه؟ انتوا عديتوا من الثانويه العامه ازاي يا جماعه؟ ده عربي، انا لسه ما بداتش في الانجليش والله. اتفضلي. Yes, I'm describing this noun. So anything that modifies يعني describes a noun، الthing ده بقى بيشتغل ايه في العالم عندنا؟ adjective. طيب كلام جميل. Look at the second sentence. يلا اعرب ما تحته خط بالعربي برضه. تفضلي. Who lives in Aswan؟ الجملة موصولة. تمام. طب نفصصها. Who ايه؟ اسم موصول. تمام. 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 وليفز ان اسوان على بعضها. تمام حلو كلام، جمله فعليه. وهو ليفز ان اسوان. تمام ده اسمها. شكرا. زي ما قلنا كده فوق ان in the box اسمها جر ومجرور، اللي هي في الانجليش اسمها ايه بقى؟ prepositional phrase. صح؟ بس احنا قلنا ان لها شغلانه. اشتغلت ايه in the box؟ adjective. طيب حلو. Who lives in Aswan بنسميها في العربي جمله الوصل. في الانجليش اسمها relative clause. حلو. طيب relative clause ده بيشتغل ايه؟ اعرابه ايه؟ هنا. ليه؟ Excellent. صح. It modifies Sam.
فكل ده الكلاس ده بيشتغل ايه في الجمله هنا؟ اعرابه ايه؟ هقول بقى وجمله الوصل في محل جر، صح كده بالعربي؟ انا معلش يعني رجعتكم شويه للحاجات زمان. ايه اللي انا عايز اقوله هنا؟ طيب تخيلوا ان الدرس ده هو مش درس، هو درسين. الطلبه بتدرسه مثلا في جريد 5 في اي امريكان سكول. الكلام اللي انا قلته ده الفانكشنز بتاعت كل حاجه في الجمله، كل حاجه من دول لها وظيفه. فهم بيدرسوا حاجه كده شبه النحو، السنتكس، صح كده؟ انا الكلام ده انا اخدته من زمان قوي يا جماعه، انا دفعه 99 من القرن اللي فات، عشان بس لو نسيت حاجه تبقوا مقدرين. طيب الطلبه بتدرس الكلام ده سمبلي وهو في جريد 5 في جريد 6 لحد جريد 12 لحد ما يتخرج من الثانويه العامه الامريكيه. ايه بقى الثانويه العامه الامريكيه دي؟ تعالوا نشوف. الامريكان ديبلوما، الاول نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا. ده انا. هو تمام؟ محمد ابراهيم، خليني اقول باختصار تيتشر ترينر. But currently I'm still a teacher of English in one of the international schools in Jeddah. So I teach what I've just explained to you. بس طبعا مش بقوله بالعربي خالص. I'm a TESOL holder. I have the Cambridge Train the Trainer certificate. I have Masters in Business Administration. ايه تاني؟ يعني I was the head of English department in one of the schools here in Egypt before I traveled. I started all this after 40. Okay, so when I was in your age, I didn't find anyone to tell me what to do. That's why we are here today, to know what we're going to do after graduation. What is the American diploma? طبعا بعدين الحاجات دي. What is the American diploma? It is one of three famous educational systems in the world. American diploma, IGCSE, and International Baccalaureate. طيب is any of you a graduate of any international schools? Yeah, what system? American. So you know what we're going to talk about today. Great. And you? American diploma. Great. American also? تمام. The American diploma احنا بنقول عليها في مصر الثانويه العامه الامريكيه. الناس بتقول عنها كمان السات. هحول للواد سات عشان الثانويه العامه صعبه. سمعتوا الكلام ده كتير الايام دي. اوكي طيب. هو اسهل من الثانويه العامه. ايه حكايه الامريكان ديبلوما؟ بتبدا منين؟ ايه النظام بتاعها؟ شوفوا يا جماعه. It starts here in grade 9 اللي هي كام؟ ثالثه اعدادي يعني. طيب the calculation of the grades of the students starts from grade 9 10 11 and 12 and in some schools it starts from grade 10. طيب what's the system؟ انتوا عندكم هنا credit hours في الجامعه؟ عارفين يعني credit hours. طيب ال credit hour عندكم في الماده بقد ايه؟ كم ساعه؟ 2 or 3 hours في الاسبوع يعني؟ لا لا انا عندي ماده credit هاخد 1 credit ادرس الماده دي قد ايه؟ ترم مثلا؟ ترم كم محاضره في الاسبوع؟ 20 hours في الاسبوع. 30 hours per semester. per semester. طيب في الامريكان ديبلوما عشان اقول ان انا طالب خدت 1 hour لازم ادرس الماده 120 to 140 hours بمعنى 5 to 6 sessions a week. يعني انا عندي سنه دراسيه. انا اكاديميك هير. انا درست فيها مثلا ليتريتشر. 5 sessions a week طول السنه. اخر السنه يطلع عندي كام كريدت اور؟ 1 كريدت اور. يعني سنه دراسيه كامله درست فيها منهج الليتريتشر، منهج الماث، منهج الساين، البيولوجي، الكيمستري، الفيزيكس لمده 5 حصص في الاسبوع او 6. كل ده اخر السنه بيديني في الفيزيكس كام كريدت اور؟ 1 كريدت اور. يديني في الانجليش كام كريدت اور؟ 1 كريدت اور. طب لو انا عندي بي اي العاب يعني وباخد 2 سيشنز ا ويك هاخد كام في الاخر طول بعد طول السنه؟ لا احنا قلنا 5 to 6 سيشنز بتديني 1 كريدت اور. طب انا باخد حصتين في الاسبوع او ثلاثه هاف كريدت. ايه ده ينفع؟ ينفع هاف كريدت. ونيجي ناخد هاف كريدت مثلا في السوشيال ستاديز فالاثنين مع بعض يعملوا لي في الاخر كام؟ 1 كريدت اور. الكلام ده بنحسبه من جريد 9 او 10.
حسب المدرسة. المفروض وانا في نهاية grade 12 as an American diploma student ابقى درست 25 different credit hours. Different بمعنى ايه؟ ممكن يكون عندي مثلا 4 credit hours في ال 4 years للlanguage الانجليش يعني بنسميه language. تمام؟ ادي كده 4 وعندي 4 للliterature بيتحسب لوحده. وعندي مثلا 2 للفيزيكس في خلال الاربع سنين وعندي 2 لا هيبقى عندي 4 للماث احنا كل سنه عندنا ماث وعندي 2 للبيولوجي وهكذا يطلع في النهايه وانا طالع كده من باب جريد 12 عشان اقدم للجامعه عندي كام كريدت اور 25 كريدت اورز على مدار 3 اور 4 ييرز طب لو انا عندي مشكله في الكالكوليشن وده حصل في مدرسه اعرفهم يعني ان الاكاديميك سوبرفايزر بتاعهم هو بيجهز الجدول والمواد حسب غلط فطلبت جريد 12 مثلا طلعوا واخدين 19 كريدت اورز بيحصل حاجه طبعا تدخلش جامعه مش تدخل جامعه انت مش هتدخل جامعه ما هتيجي تقدم فين شهاداتك بيحسبوا الكريدت اورز لا انت ناقص ترجع تكمل بقى 6 او 5 ميسنج كريدت اورز دول وبعدين تيجي تقدم لها في الجامعه خصوصا لو بيقدم بره الجامعه مش تقبله طالما هو جاي من امريكان دبلومه الا مع العدد بتاع الكريدت اورز طيب هل في مواد محدده يعني الطالب قانونا يعني لا بس السيستم اللي هو عنده كل سنه انجلش ماث وحاجه من الساينس حاجه من الساينس يعني ممكن سنه تبقى فيزيكس سنه بيولوجي ممكن ترم مثلا بيولوجي والترم الثاني فيزيكس طب ازاي اسالك السؤال ده لو انا اخذت الترم الاول فيزيكس 6 سيشنز بيديني كام كريدت اور 1 ترم هاف برضه يعني انا امتى بتطلع عندي حته الهاف كريدت دي لما اكون باخد ماده 2 اور 3 سيشنز او 5 6 سيشنز عادي في الاسبوع بس خدتها ترم هو ده بينفع عادي هناخد الترم ده بيولوجي الترم الثاني هناخد فيزيكس في النهايه الاثنين مع بعض هيطلعوا لي بايه 1 كريدت اور من اربع سنين كان عندنا طالب كان عندنا في جريد 10 وبعدين سافر مع عيلته امريكا يدرس جريد 11 ورجع لنا في جريد 12 معاه هاف كريدت في الشهاده يعني من ماده غريبه شويه حاجه اسمها سيراميكس عارفين اللي هو حاجه زي تبع الارت كده بيركبوا قطع صغيره جنب بعضها هي دي تنفع ماده تنفع ماده عادي البي اي بتتحسب الالعاب بتتحسب الالعاب بتتحسب لو انا عندي حصتين عندي هاف كريدت يعني لو انا في الاربع سنين باخد حصتين بي اي في الاسبوع يطلع لي كام هاف 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 2 كريدت اورز على البي اي لو عندي ارت لو عندي ميوزك اي حاجه الطالب بيدرسها في المدرسه بتتحسب له في الكريدت اورز مهما كانت غريبه علينا او ما سمعناش احنا لما جالنا الطالب والشهاده فيها الماده الغريبه دي يعني احنا مش عارفين بس هي شهاده معتمده من مدرسه في امريكا خلاص وي هاف تو اكسبت ات فاللي انا عايز اقوله ان الامريكان سيستم اهم ميزه فيه فلكسبيليتي الموضوع مرن بشكل لا تتخيله مرن ازاي اولا مفيش كتاب منهج لازم يخلص ودي من مميزات النظام الامريكي اللي بتختلف عن النظام اللي عندنا مثلا في مصر يعني ايه ما عندناش منهج يعني امال العيال هتمتحن في ايه هتمتحن في اللي اخدوه طب واللي اخدوه ده بناء على ايه يعني انت بتحدد اللي بتدرسه للطلبه مش عندك كتاب عندي كتاب بس مثلا in the past 4 years في مدرستي انا غيرنا اربع كتب جرامر طب هو ينفع تغير كتب الجرامر ينفع ليه بقدر اغير كتب الجرامر براحتي واجيب من مره من بيرسون ومره من اي ببلشر تاني لان التعليم مبني على حاجه اسمها common core state standards ايه بقى الكلام اللي انت جاي تقوله لنا ده common core state standards دي قصه عارفين الobjectives خدتوا الكلام ده اكيد صح اللي هي الاهداف بس بتاعت السنه كلها مش بتاعت الدرس الكومن كور ستيت ستاندرز دي بدات تطبق في امريكا من 2008 ايه اللي حصل هم اكتشفوا لما الناس بتيجي تشتغل بعد التخرج ان عندهم مشكله في الانجليش وفي الماث وفي الساينس يعني هو اتخرج وخد الشهاده زي كلنا ما اتخرجنا وخدنا شهاده واكتشفنا في سوق العمل ان ايه مفيش انا ما اعرفش حاجه
انا مستوايا في الانجليش ايه ده؟ وفي امريكي، ما هي المناهج دي امريكيه بتدرس هناك، وفي امريكي مستواه في الانجليش وحش؟ في، ما انا سالتكم عربي من شويه ما حدش عارف يعرب غير اثنين، واحنا بنتكلم عربي ومش عارفين عربي، صح؟ ما بيعرفش يكتب اساي مثلا، ما بيقرا، ما بيعرفش يطلع المين بوينتس ولا السبيسيفيك ديتيلز ولا المين ايديا. فاه ممكن جدا. فقرروا ان هم يعملوا حاجه حلوه جدا حالا دلوقتي، وبعدين نرجع تاني امريكان دبلوم. السؤال بيقول what's more important to tell the truth about whether kids are really performing or to continue to make them believe they're doing really well only until they get into the workforce or they go to college and they're finding out they need to be put in a remedial English class. What do you prefer? What do you think? Which is better? To tell the parents that you're going to be teachers one day. So should you tell the parents the truth or ابنك تمام؟ والله لا الواد كويس، هو عارف، هو لعبي، هو بس هو ذكي جدا، انت عارف اول ما اشرح كده بس هو لو قعد هو يقعد، انتوا قعدوه. Should you do that or be honest? طيب the Americans decided that they should tell the truth and they decided to change their educational system altogether. They formed a task force. حد اتفرج على بلاك ليست؟ انتوا جايين منين يا جماعه؟ ده انا اكبر منكم حاجه 20 سنه. خلاص خلاص. تاسك فورس يعني فريق عمل، تمام؟ هيعملوا معايير، هنسميها كده بالعربي، للمناهج الامريكيه في الماث وفي الانجليش. المعايير دي يعني الطالب في جريد 1 لما يخلص جريد 1 هيكون اتعلم ايه في الجرامر، مهارات، اتعلم ايه في الرايتنج، اتعلم ايه في الريدنج، اتعلم ايه في الفوكابولري، وفي الماث برضو في كومن كور ستاندردز للماث. طيب هيعملوها ازاي؟ هل هيجيبوا دكاتره، طبعا مع كامل احترامنا لدكاتره كليه التربيه، بس هل هيجيبوا دكاتره كليه التربيه يعملوا الكلام ده؟ هيبقوا جزء من الموضوع، ولكن في يونيونز اللي هي زي اتحادات كده بتاعت المعلمين، في بيسموها ايه، منظمات المجتمع المدني، عارفين الناس دي، كل من له خبره في التعليم هيقعدوا مع بعض ويعملوا معايير من جريد 1 او من كي جي لحد جريد 12. الطالب بتاعنا في الانجليش هيتعلم ال 1000 حاجه دول في جريد 1 ودول في جريد 2 لحد جريد 12. طيب حلو، احنا عملنا، احنا الخبره، احنا اللي بنفهم، انتوا بقى يا شعب هتعملوا ايه؟ هتسمعوا الكلام؟ لا. They posted it online and left it for public comments and concerns. جالهم 10,000 comments and they took that and put it into consideration وتم التعديلات. وفي النهاية عندنا تقريبا 45 states in the United States بيطبقوا ال common core standards. اوكي، اللي هي اتعملت ازاي؟ experts، normal people، let's say parents، students، هم ما حددوش الاودينس بتاع الاونلاين بوستنج بتاعهم، مين اللي يعمل كومنت؟ اي حد، اي حد مهتم بالموضوع، وهناخد كلامه وندرسه، وبعدين طلعنا كومن كور ستاندرز، هوريكم منهم اثنين ثلاثه واتناقش فيهم. انا ايه اللي جابني بقى عند كومن كور ستاندرز؟ حد فاكر ايه اللي جابني هنا في الحته بتاع كومن كور ستاندرز دي؟ لا ده كان قبل ما اروح. لا كان في حته كده انا قلتها، شايفين الناس اللي احنا هم مش بنستخدم كتاب معين. بمعنى ايه؟ يعني انا عندي كتاب مثلا، انا بدرس حتى الان جريد 11 وجريد 12 في مدرستي اللي هم ثانيه وثالثه. مره كان عندنا كتاب اسمه سافاس بتاع شركه ببلشر، قبلها كان عندنا كتاب اسمه رايتنج كوتش من شركه ثانيه، السنه دي عندنا كتاب اسمه كونكشنز من شركه ثالثه، السنه الجايه هيجيبوا لنا كتاب من ببلشر الرابع، نسيت اسمه والله. الفكره ان انا لو مسكت كل كتب الجرامر من اول جريد 7 لحد جريد 12 من كل الببلشرز هو نفس السيكونس،
parts of speech. نتكلم عن nouns, adjectives, verbs, بعدين clauses, phrases, وبعدين نبدأ ندخل في writing mechanics اللي هي punctuation. في writing برضو نفس السيكونس. طب هما ليه عاملين الكلام ده؟ أو ليه أنا بقول إن مفيش منهج محدد؟ وفي نقطة تانية، ليه بقول لك مش لازم تخلص المنهج؟ أولاً مفيش منهج محدد لأن المناهج أو الدراسة كلها مبنية على مين؟ ستاندردز. فأي منهج، أي كتاب، أي ببلشر هيعمل لي كتاب هيطلع لي الستاندردز دي، اتس فاين. ما عنديش مشكلة. يعني مفيش كتاب حكومة، فاهمين؟ مفيش كتاب المدرسة اللي بنستلمه من المدرسة بتاع الوزارة. الطلبة بتستلم المدرسة لما أنا كمدرسة بشتري من الببلشر ده وبوزع على الطلبة بتوعي. لكن أنا ما عنديش كتاب ثابت للجرامر، ما عنديش كتاب للليترشر مثلا. احنا بندرس مثلا السنة دي حاجة اسمها ماي برسبكتيف، تمام؟ قبلها كنا بندرس حاجة اسمها برينتس هول ليترشر. السنة الجاية هنجيب حاجة اسمها ماجرو هيل، برضه دار نشر مشهورة جدا، هيجيبوا الكتب بتاعتها. في النهاية طب الليترشر ده عبارة عن مسرحيات وبوتري وسلكشنز بنسميها كده يعني. يعني أنا ينفع أكون في جريد 10 درست حاجة من كتاب وأجي في جريد 11 أدرس حاجة تانية؟ أيوه، لأن الهدف هو ايه؟ to cover the standards. يعني مثلا انا عندي مثلا ستاندرد بيقول لي ان انت في جريد 11 الطالب هيطلع درس حاجه اسمها foreshadowing. انت درسته بتدرسوا ليتش foreshadowing، تمام؟ اي selection هيغطي لي الحته بتاعت foreshadowing مقبول. المره دي هناخد حاجه اسمها the monkey's paw، قبضه مش عارف ايه. السنه الجايه لا هنجيبها مثلا من مكبث. السنه اللي ايه المشكله؟ في النهايه انا بعلمه ايه؟ انا مش بعلمه مكبث ولا بعلمه القصه ولا بعلمه الروايه دي، انا بعلمه الكونسبت ده بتاع الفورشادوينج. فاي حاجه هتحقق لي ان الطالب يفهم يعني ايه فورشادوينج ويعرف يطلعه، وفي مرحله ما لو حب يكتب يعرف يطبقه، اتس valid، مفيش مشكله. الكتاب ده او الكتاب ده او الكتاب ده في النهايه كل الكتب مبنيه على الكومن كور ستاندردز. طيب انت قلت لنا مش لازم تخلص المنهج، هقول لكم. طبعا في سلايد ديفرنسز من مدرسه لمدرسه. يعني في المكان اللي انا فيه انا اللي بعمل اليرلي بلان. اللي هي ايه اليرلي بلان؟ خطه السنه. يعني انا السنه دي هدرس في الاسبوع الاول كذا، في الاسبوع الثاني كذا، لحد الاسبوع ال 39. مين اللي بيحدد التوبكس؟ التيتشر، او خلينا نقول الديبارتمنت. طبعا في فلكسبيليتي بتختلف من مكان لمكان. طيب هو انا لازم امشي بالسيكونس بتاع الكتاب؟ لا، هقول لكم. يعني مثلا احنا عندنا في المدرسه بنعمل حاجه اسمها ماب تيست. الماب تيست ده اختبار انجلش بنقيس فيه بعض المهارات للطلبه. بنعمله في اول السنه بعد شهر، ونعمله في شهر 4 عشان نشوف البروجرس بتاع الطلبه. اختبار دولي يعني. طيب انا الطلبه في الماب تيست عندهم مشكله، مثلا لاحظنا عندهم مشكله في استخدام الكامز والسماي كولنز والحاجات دي. فانا بعمل ايه؟ لما بحط البلان بتاعتي بجيب ده، مع انه ده تشابتر 26، بجيبه في اول السنه ابتدي بيه. ليه؟ عشان الطلبه محتاج الحته دي في البدايه عشان امتحان الماب. انا بدرس اس اي تي، بدرس سات، تمام؟ طيب الطلبه هتدخل سات مثلا في مارش. طب انا عارف الجاي للتقرير ان الطلبه عندي فيه عندهم مشكله في الاجزاء دي، في البوينتس دي. هل انا بقى البوينت دي في تشابتر 28 لازم امشي بنفس ترتيب الكتاب؟ لا، انا بتحرك. هقول لكم، من 5 years لاحظت في الرايتنج ان الطلبه عندها مشكله في التنسز. هو طبعا زي ما وريتكم كده، انت شفتوا الجرامر عامل ازاي مختلف تماما. يعني هم بيدرسوا التنسز لان المناهج دي ديزايند فور نيتيف سبيكرز مش لينا. يعني هو ما عندوش ريبورتد سبيتش وقاعده اف، ده سيستم احنا كاننا بندرس نحو زي ما انتوا شفتوا كده. الشبه الجمله دي بتشتغل ايه؟ طب ايه تفاصيلها؟ وهكذا. فانا لاحظت ان هو بيكتبوا عندهم مشكله في التنسز. فبالاتفاق مع الديبارتمنت، طيب يا جماعه انا هوقف الكتاب خالص وهجيب من عندي انا بامفلت هدرسهم التنسز بطريقه مصر بتاعت زمان. ليه؟ عشان لما يجي يكتب اساي ما يتلخبطش في التنسز. هو ده متاح؟ ينفع؟ ينفع، وانا عملته. هرجع تاني، انت بتقول لك الكلام ده ليه؟ انا عشان اقول لكم ان الامريكان سيستم فليكسيبل، الموضوع مش فيكست. انا بقدر اتحكم، انا بشوف مستوى الطلبه عندي، بشوف الويك بوينتس اللي عندهم، واقدر اكفر الويك بوينتس دي. طبعا زي ما قلت لكم بالاتفاق مع اداره المكان اللي اتشغل فيه، بس في النهايه it is flexible. ما عنديش منهج محدد لازم اخلصه، ما عنديش كتاب انا مجبر عليه. اوكي، تمام، اتفقنا. يبقى اول ميزه واهم ميزه في الامريكان سيستم هو
flexibility. انا بقدر اتحكم في كل حاجه. ليه بقدر اتحكم في كل حاجه؟ خليني اشوف انتوا معايا ولا لا. عشان المناهج مبنيه على مين؟ على الكومن كور ستاندردز اللي مين عملها؟ كل الناس، كل المجتمع الامريكي المهتم بالتعليم شارك في بناء الكومن كور ستاندردز. طيب تعالوا نشوف كده واحد من الستاندردز دي. كل ده انا قلته يا جماعه اهو. مثلا ده في جريد 6 هقرا لكم: write arguments to support claims with clear reasons and relevant evidence. ده الستاندرد. اللي تحته دي بنسميها benchmarks، اللي هي بتقول لنا بقى تفاصيل الستاندرد. يعني ايه يقدر يكتب write arguments to support؟ يعني introduce claims and organize the reasons and evidence clearly. دي المهارة المطلوبة number one. ايه تاني؟ support claims. ما انت بتقول claim، انتوا خدتوا تاخدوا رايتنج صح؟ خدتوا persuasive writing؟ طيب اللي هو يعني I have a claim، انا عندي وجهة نظر point of view وعايز اقنع الناس بيها، فبعمل ايه؟ بقول الكليم بتاعي، وبعدين I have to support my claim with evidence, examples, facts, statistics, whatever. فبيقول ايه؟ support claims with clear reasons and relevant evidence using credible sources and demonstrating and understanding of the topic or text. يبقى هو الطالب هيطلع المفروض في grade 6 مطلوب منه في الحته بتاعه الارجيومنت دي ان هو يعرف to introduce the claim و how to support it in a good way. لو خدت بالكم من الكلام بيقول ايه؟ using credible sources. الطالب يتعود انه ما يجيب سورس، ما يجيب example، ما يجيب statistic، تبقى credible مش بيألف يعني. طيب ايه تاني؟ use words, phrases and clauses to clarify the relationships among claims and reasons. يعني استخدم اللانجوج بشكل صحيح يخلي الكليم بتاعه والافيدنس بتاعه او سبورت واضح. ايه كمان؟ establish and maintain a formal style. formal style of writing. provide a concluding statement لو هو بيكتب في paragraph level او concluding section لو هو بيكتب في الاساي level that follows from the argument presented. ده one standard for one side اللي هو ايه؟ في الرايتنج. يعني ده مش بتاع طول السنه. ذا وان ستاندرد فيما يخص رايتنج ارجيومنتس اند سبورت. في بقى تاني في الرايتنج لجريد 6 في كتير، في الفوكابيولري، في الجرامر. الجرامر بيسموه ايه؟ هتلاقوا الكلمه دي عشان هي منتشره جدا. كونفنشنز اوف ستاندرد انجلش. ايه ده يعني؟ يعني جرامر، جراماتيكال رولز، جرامر اند بانكتويشن. طيب ده ستاندرد تاني. ديمونستريت command of the conventions of standard English grammar and usage when writing or speaking. شايفين التفاصيل بتقول ايه بقى؟ ensure that pronouns are in the proper case. درسنا pronouns، احنا عندنا ال subjective case وال objective case وال possessive case. ففي details، هو مش بس بيدي لك standard، بيدي لك الشرح بتاعه. وهقول لكم بعد شويه ايه فايده الحاجات دي. طيب use intensive pronouns. myself و ourselves. مش دي اسمها reflexive؟ صح؟ و intensive. حالتين. أول درس جرامر أشرحه غلط في حياتي in 2010. عارفين الفرق بين intensive و reflexive طيب؟ لا صح صح، ما أنا جاي أسألكم. هو أنا يا جماعة ممكن أقلع الجاكيت. الجو حر. ايه الفرق بين الانتنسيف والريفلكسيف بروناونز؟ ها مين يقول لي؟ هي نفس الشكل على فكره، يعني ماي سيلف او هيم سيلف تنفع في كونتكست معين تبقى انتنسيف وفي كونتكست ثاني تبقى ريفلكسيف. اتفضل. اه المايك. هيمشي هيمشي ان شاء الله. طيب ها مين يقول يا جماعه؟ Do you study grammar here؟ معلش يا جماعه انا متخرج من زودكم من زمان قوي فمش فاكر خدت ايه في الجامعه. تاخدوا جرامر؟ طيب لما اقول مثلا he hurt himself ده ايه؟ ده العادي reflexive بتاعنا صح؟ لما اقول مثلا the king himself is attending the party ده intensive pronoun. انا شرحت درس ده في بدايه حياتي غلط بالعكس، والطلبه اللي عدلوا لي. وعلى فكره عايز اقول لكم على المعلومه دي عادي، يعني
هتبقوا تيتشرز ما تقفش. لو قلت كلمه غلط pronunciation وحد عدلها لك, ودي حصلت معايا كتير عادي. اوكي فاين اي ويل تشيك ات. زمان لما بدات ما كانش فيه اللي هو الديكشنريز اللي على الموبايل, ما كانش فيه موبايل اصلا. فكنا بنرجع بقى, روح يا بنت يا اميره هاتي لي الكتاب, هاتي لي اللونج مان بالمكتبه ونبدا نشوف ترانسكريبشن. ولا اصل انا مش فاكر السيمبل ده بتاع ايه. دلوقتي بقت سهله. طيب if you mispronounce a word ما تقفش. لو غلطت في حاجه اعتذر. انا رجعت تاني يوم بعد ما رجعت الدرس the next grammar session اعتذرت, I'm sorry يا شباب انا شرحت غلط, فلان اللي قال لي الملحوظه كان صح, وعادي يعني ما حصلش حاجه. ده برضو عشان الاتيتيود بتاع التيتشر. معلش انا على الف بيكم في حته كتيره, بس الاتيتيود ده بيفرق جدا. اتيتيودك كتيتشر لازم يبقى طبيعي. انا بغلط يا جماعه عادي, وهغلط وهتعلم, مفيش اي مشكله. حتى لو جالك سيلي كومنت ignore it. طيب نرجع بقى هنا للايه. recognize and correct inappropriate shifts in pronoun number and person. عارفين ال pronoun antecedent agreement, ان ال pronoun لازم يتوافق مع الكلمه اللي بيوصفها سواء في ال number او في ال gender. طيب recognize and correct vague pronoun و ambiguous pronoun reference. طيب هقول لكم سؤال. لما اقول the high gardens fence, كلمه high بتوصف مين؟ ما ممكن الجنينه هي اللي عالي, صح؟ ده بنسميه ايه؟ ambiguous structure. تمام؟ طيب how to avoid that؟ يلا who can rephrase the sentence عشان يقول لي ان الجنينه هي اللي عالي. rephrase it. تمام. طب عايزين نقول ان السور هو اللي عالي, the high fence of the garden. اللي انا قلته من شويه ليه دبل مينينج, صح؟ مش واضح, فبنسميه ambiguous. الكلام ده برضو بيحصل في البرونونز. يعني عايز ايه؟ ان الطالب في جريد 6 في الجرامر دي 1 بوينت, ده درس واحد المفروض يبقى طالع منه عارف كل المعلومات دي. تمام. فدي examples على الكومن كور ستاندردز, وممكن ابعت الكترونيك دي نسخه بقى من الكومن كور ستاندردز كلها من كي جي لجريد 12 اللي حابب يطلع عليها. وباي ذا واي الكومن كور ستاندردز دي مش للانجلش بس, للانجلش والماث. طيب الساينس, الساينس عاملين حاجه اسمها نيو جينيريشن ستيت ستاندردز بيسموها كده ان جي اس اس. برضه لو حد حابب يطلع هتلاقوها, لو كتبتوا على جوجل اي حاجه من دي هتلاقوها فور وبي دي اف. خلاصه الكلام, التعليم الامريكي مبني على معايير بنحكم على نجاح الطالب او حتى المؤسسه التعليميه في النهايه بمدى تحقق الستاندردز دي. فليكسيبل ميجربل, صح؟ اقدر اعرف الطالب تحققت فيه المعايير ولا لا. طيب الطالب بتاعنا في الامريكان دبلوما بيخلص ال 25 كريدت اورز, بيخلص جريد 12, بيدخل جامعه؟ لا لا طبعا, 40% بس الجي بي اي بتاعه معدل الدرجات. وباي ذا واي هو مش بتحسب زينا في سنه واحده, بتحسب من 9 او من 10 حسب سيستم المدرسه. يعني بيطلع جي بي اي 40%, وفي 60% على اللي احنا مين اللي امريكان دبلوما هنا؟ بتمتحنوا ايه يا جماعه؟ سات, صح؟ اللي هو في مصر دلوقتي بقى اسمه اي اس تي, السات انترناشونال تيست لكل طلاب الامريكان دبلوما في العالم, ولكن تم ايقافه في مصر عشان كان في ليك, كان في تسريبات والامتحان كان هو بتعمله كوليدج بورد المؤسسه المسؤوله عنه. ومن الحاجات العجيبه انا حتى الان مش عارف هو بيتصرف ازاي, لان انا حضرت امتحان سات. عارفين الشمع الاحمر بتاع افلام زمان بتاع عادل امام اللي هو الحاجه متشمعه ومقفوله؟ الراجل بتاع الكوليدج بورد بيجي الصبح قبل الامتحان معاه شنطه, عارفين الشنطه السنسورات الحديد اللي هي معدن دي, متشمعه, هو نفسه ما يقدرش يفتحها, تتفتح في التست سنتر بيطلع الورق يتوزع. بيتوزع ازاي بقى في مصر قبلها بيوم؟ والله انا فكرت في الموضوع يا جماعه, طب بتجيبوه منين؟ اصل انا شوف, انا بحكي لكم بروسس شفتها بعيني. يعني مدرستي في جده تست سنتر, يعني بتعمل امتحانات سات. فبيجي لنا الراجل بتاع كوليدج بورد اللي هو مستحيل يبيع, ده جاي من مؤسسه امريكيه يعني هو مش محتاج فلوس, ولو باع وتسرب هو هيطير. فبيجيبوه منين؟ في جن؟ هل في حاجه انا مش عارفها.
طيب فحصل ايه؟ مصر لغت السات. اتفضل. برضه مش هكدب عليك انا ما اطلعتش، بس النتيجه بتاعتها ان مصر عملت ايه؟ قفلت السات خلاص، ما في سات يا جماعه بتاع كوليدج بورد اللي هو بتعملوا الاميديست لو تسمعوا الاميديست. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل امتحان مصري اسمه ايجيبشن سكولاستيك تيست اي اس تي اللي هو السات بس احنا سميناه اي اس تي، يعني اللي هو نفس سيستم السات، نفس اسئلته، نفس كل حاجه، كل حاجه كل حاجه، هي لو انت شلت الورقه من عليها اي اس تي ده امتحان سات. وهنعمله وهيئه مش عارف بريطانيا حاجه كده يعني، هو بيتعمل امتحان دلوقتي امتحان مصري. لو انت جوه مصر وعايز تدخل جامعه لا وانت عملت الدبلومه يعني لازم تاخد اي اس تي او بديل بتعمله بيرسون اسمه اكت اي سي تي. طب وسات دول ثلاث امتحانات والعيال والعيال تتلخبط. لا ليه؟ الامتحانات دي كلها مبنيه على ايه يا جماعه؟ كومن كور ستاندردز على اللي الطالب درسه. هو بس براندز عارفين؟ يعني ده براند اسمه كذا وده براند اسمه كذا وده لوكال براند بقى بتاع مصر اللي هو الاي اس تي. بس ده ما تصرفش زي بتاع لا بتاع مصر ما تصرفش حتى الان. والله المحاضره متسجله المحاضره متسجله. ما تصرفش حتى الان ولا الاكت تصرف. طيب الكلام ده بينطبق على كل الطلبه؟ لا. لو انا طالب عايش في النرويج بس معايا يعني باسبورت ان انا موجود في المكان ده اقدر اخد سات هناك وادخل بيها، بس بشرط يكون عندي اقامه في البلد دي. اوكي. وفي اتجاه انه يعملوا الاي اس تي بتاعنا للطلبه المصريين بره، بس لسه اعتقد الكلام ده ما اتطبقش. طيب الكوليدج بورد عملت ايه اللي هي بتاعت السات بقى الاصلي؟ ما بقاش في بيبر سات، لغوا الامتحان الورق تماما وعملوا حاجه جديده من اول 2023 اسمه ديجيتال سات. ودي قصه حلوه قوي. الديجيتال سات امتحان اونلاين تو موديولز، موديول 1 فيه 27 كويستشنز، انا بتكلم على الانجليش بس. ها موديول 2 27 كويستشنز بس. الامتحان ادابتيف تيست. حد يعرف يعني ايه ادابتيف تيست؟ يعني انا حليت موديول 1 وعملت سبمت، بناء على ماي بيرفورمانس في موديول 1 بتتحدد درجه صعوبه موديول 2. دي معنى كلمه ادابتيف. زي امتحان الماب اللي انا قلت عليه من شويه، لما تشتغلوا في مدارس ان شاء الله انترناشونال او تسافروا هتلاقوا امتحان الماب ده حاجه كومن جدا. هو عباره عن ايه؟ برضه امتحان اونلاين. انا دخلت عندي مثلا ريدنج او جرامر، او دخلت في الجرامر حليت صح، طيب بعده يبقى اصعب صح، السؤال اللي بعده اصعب شويه، غلط فالسؤال اللي بعده يجي بمستوى اقل. دي معنى كلمه ادابتيف. انما السات مش كده، حسب اجاباتك. ده في الماب سؤال كويشن باي كويشن، بس في السات لا، بتخلص الموديول الاول 7 كويشنز سبمت، وبناء على البرفورمانس بتاعك بيجي مستوى صعوبه الموديول الثاني. طيب الاي اس تي بتاع مصر لسه بيبر زي ما هو وتو سكشنز. خلونا نتكلم عن السات والاي اس تي عشان ما تطلعوا كده تعرفوا. الاي اس تي عباره عن انجلش وماث وحتى السات وحتى الاي سي تي. طيب الاي اس تي المصري اللي انت تشتغل بيه هنا والبيبر بيسموها رايتنج اند لانجويج بارت. وكلمه رايتنج مش معناها اساي، رايتنج اند لانجويج بارت احنا بقى واحنا كمدرسين بنسميه الجرامر. تمام. يبقى عندك فور لونج باسجز، كل باسج عليها 11 كويشنز، يعني كام؟ 44 انسرد ان 35 مينتس. وبعدين عندك ريدنج سكشن في 5 لونج باسجز كويشنز، او لا 59 كويشنز 62، يعني it takes time. It is very hard. والامتحان اصلا سواء السات او الاي اس تي از نوت ديزايند عشان حد يجيب فيه الفول مارك. يعني هو من كام؟ الماث والانجلش مع بعض out of 1600. طيب الانترناشنال افريج 1200. طب النيردز بيجي اللي هم بقى العيال اللي هي بيجيبوا كام؟ اعلى رقم انا سمعته لا 1550. ده طالب عندي حاليا السنه دي مصري، بس هو ما شاء الله يعني
في حاجات كده بتبقى لوحدها يعني ما ينفعش نقيس عليه. طب الطالب الممتاز الافريج بتاعه ايه؟ 1400 وشويه في الماث والانجليش مع بعض. اوكي؟ طب الانجليش متقسم لايه بقى زي ما قلت لكم؟ في الاي اس تي بتاع مصر اللي هو بيبر، وفي الاكت اللي هو بيبر برضو في جزء رايتنج اند لانجوج، اسئله جرامر واسئله اديتنج، نحط الجمله دي فين؟ طب نشيل الجمله، طب الكاما هنا مش عارف ايه والكلام ده. والجزء الثاني ريدنج اللي انا بعتبره اصعب انواع ريدنج في العالم. حد فيكم درس ايلتس؟ ايه رايك في الايلتس ريدنج؟ انت امريكان ديبلوما بالنسبه لك هيبقى شويه معقوله. حلو بقى، ما هي شاطره دي بقى. اه ماشي. زينا اللي هم كانوا في مدارس سعاديه خاصه او حكوميه، انا طبعا انا ايامي ما كانش في مدارس انترناشونال بس عشان تبقوا عارفين. كان اخرنا مدرسه خاصه اسمها كده، حتى ما كانش في ايام انا خاصة. احنا كنا ايه بنلبس بدله بيج وبني، ويعني ناس اللي هم يعني الاليت بتوع الموضوع. تمام؟ فبالنسبه لنا احنا مستوى الايلتس ريدنج سخيف سخيف. طب لو احنا حطينا سكيل فروم 1 تو 10 وقسنا عليه الايلتس ريدنج والسات ريدنج، الايلتس يبقى 1 والسات 10 درجه صعوبته. متخيلين طريقه الاسئله نفسها؟ هبعت لكم برضو سامبل تيست مع دكتور مجدي، امتحان سات تشوفوا شكله ايه وتحاولوا تحلوه. انا ما رضيتش ابدل لكم السيشن باسئله سات عشان بس ما تقفلوش مني، يعني ما حبيتش ان انا ايه ارخم عليكم بسؤال سات رخم يعني. طيب المهم الاكت احنا عندنا كام امتحان يا جماعه؟ معلش عشان انا كده هتهنا. عندنا كام امتحان؟ 3. 2 انترناشونال مقبولين في اي مكان في العالم اللي هم السات والاكت، وواحد طريق مصر فقط. واخدت الاي اس تي وحبيت ادرس في بره حدود مصر، لا خد سات وتعالى. السي ده لسه ما بقاش انترناشونال. طيب ايه اوجه التشابه؟ السات دلوقتي سات اونلاين اللي هو الادابتيف اللي هو موضوع. طب هو لسه فيه الريدنج بارت والجرامر بارت؟ لا. عملوا ايه؟ عملوا ميكس بين الاسئله، فبقت اسئله الجرامر مع الريدنج مع الفوكابولري في موديول 1 ميكس، وموديول 2 نفس الكلام. طب الاكت والاي اس تي اللي هم بيبر لا متقسمين في ورقه، يعني ورقه امتحان للجرامر احنا بنسميها جرامر اسمها رايتنج اند لانجوج، وفي ورقه ثانيه للريدنج. اوكي ده في البيبر تيست اللي هم الاي سي تي الانترناشونال والاي اس تي بتاع مصر. الاس اي تي اتلخبطتوا ولا لسه معايا؟ الاس اي تي اللي هو العالم بقى ادابتيف، مستوى الموديول بيتغير حسب اجابه وميكس الاسئله. حاجه كمان باسجز، يعني انت كنت تلاقي مثلا في الريدنج مثلا واحده من الباسجز 750 ووردز وهم 5 اور 6 باسجز، لا دلوقتي الاول كان بيجيب لك القطعه مثلا عليها 12 13 ايش حياتك ما اسهل شويه. اوكي طيب اتفضل. مفيش سبيكينج خالص، هو امتحان عادي امتحان مدارس يعني. سبيكينج هقول لكم على حاجه، المدارس الامريكيه السبيكينج خالص. انا عندي طلبه بتدخل الايلتس بتجيب 9 في السبيكينج، بعض الطلبه 8.5 8. ليه؟ هي ستاديز ايفري ثينج فروم كي، فهم بيتكلموا مني انا اللي انا مدرب مليون مره. كان اكسنت امريكان اكسنت، يعني انت لو انت مش شايف الطالب مش هتتخيل ان ده نون نيتيف سبيكر. كتير منهم بالليفل ده يعني بيسافروا بره الصيف بره في بعض الجزات، فهتلاقي مستوى السبيكنج يا دكتور مجدي بدرس بيولوجي وكيمستري هقول لكم حاجه مثلا لما نيجي صعب انا كتيشر مش فاهمه. ايوه بس بيولوجي ولا كيمستري ولا فيزيكس اشتري الانجليزي مش بس على بابا احنا طلعنا من الجامعه. انا عايز اقول لكم 1999 فوجئت زي ما اسمه والله والله العظيم والله اقسم بالله العظيم، وانا قاعد في الدرس وكان حظي ان مامتي تحضر معاه
ف طب انا بس ايه يعني انا عايز اقول ان احنا طلعنا احنا اجيالنا طلعت بالجامعه اولا ما كانش فيه اهتمام وثانيا ما تعلمناش حاجات خاصه بسوق العمل وده اللي هنتكلم فيه بقى في الجزء الثاني النهارده. حد الاول عنده سؤال عن الامريكان سيستم؟ انا قلت حاجات ببساطه السات والكومن كور ستاندردز والكريدت اورز تحسب ازاي وال40% على الجي بي اي وال60% على الامتحان السات او الاي اس تي او الكلام ده. في حاجه مش واضحه في ده؟ انتوا سامعيني اصلا؟ اتفضل. هي بالدولار كانت 100 وشويه 115 وبعدين بتختلف في عايزه دي تيل دري مش عارف 15 دولار يعني في تفاصيل بس هي 100 وشويه دولار. هو صح السؤال مهم يا جماعه جدا. هو بس ماث وانجليش؟ طيب في حاجه اسمها اس اي تي كان زمان اسمه سات 1 وكان في سات 2 بيسموه سبجكت سات تختاروا فيه مواد من الـ الساينس من الساينس او الماث ده اتلغى في السات ولكن ما زال في الاي اس تي بتاع مصر في اي اس تي 2 مش هو مش سات مش ماث وانجلش دي مواد تانية بتاخده يعني انا كطالب في مصر عايز ادخل جامعه لازم اخد اي اس تي 1 واي اس تي 2 ايوه طب انا جايب سات 1 من بره هو ما بقاش بقى اسمه سات 1 هو بقى اسمه سات خلاص لان السات 2 اتلغى لازم تاخد EST2 لازم ليه الكوليدج بورد لغت EST2 والله ما نعرف احنا صحينا في يوم والله بجد كده يعني هو بعتين ايميل يا جماعة احنا لغينا السات 2 ولغينا السات اساي هو كان في سات اساي كان في سات اساي وفي مازال EST اساي اللي هو نفس السات اساي يعني بس احنا خدنا حطينا عليه كلمة EST وعلى فكره من اصعب انواع الرايتنج في العالم عارفين هو عباره عن ايه بيجيب لنا بيرسويسيف اساي 750 ووردز هو بيجيب لي باسج ويديني 50 مينيتس تو ريد ات اند تو فايند ذا بيرسويسيف ديفايسز اللي فيها اند تو رايت ان اساي اكسبلينينج هاو ذا رايتر يوزد ذيز بيرسويسيف ديفايسز افكتيفلي شفتوا الجمله خدت قد ايه كل ده في 50 دقيقه فواحد من اصعب انواع الاسايز كوليدج بورد لغيته لكن الاي اس تي عندنا لسه بس هو اوبشنال يعني ايه يعني انا كطالب باخد امتى الاساي اذا الجامعه طلبته مني في بعض الجامعات بتطلبه يعني وانا بقدم على الاي اس تي في مصر اي اس تي 1 واي اس تي 2 اي اس تي 1 وذ اساي اور نوت حسب انا رايح فين هل الجامعه طالباه ولا لا فمعظم الطلبه مش بتاخده لانه اختياري ولانه صعب جدا ولكن اذا الجامعه اللي انت مقدم فيها طلبت فلازم تاخد الاي اس تي طب والاكت في اساي؟ في اساي. يبقى ايه الوحيد اللي ما فيهوش حاليا؟ الاصلي الاوريجينال السات. طب لغوه ليه؟ والله العظيم برضو ما نعرف. نفس الايميل اللي جه فيه ان هم لغوا السات 2 قالوا احنا لغينا السات اساي. ليه يا جماعه؟ هو كده احنا لغيناه مش موجود. طيب ندخل في حاجه ثانيه؟ خلصنا حد عنده سؤال في ال actually هي British organization مصر بيجيب منها الامتحانات لا هي فعلا ليهم مقر في انجلترا فعلا مين بيحط الامتحانات ما حدش ولا حتى السات عارف مين لو تقصد المؤسسه اكيد ليها اسم وهتلاقيه على الموقع بتاعه السات بتعمله College Board هي مشهورة جدا ولو موقع وحاجة كده يعني في العالم كله الامتحان بتحطه هيئة مصر وزارة التعليم تعاقدت معاها بس انا مش متذكر اسمها ليه الامتحان بتاعنا مش approved international ده ان انت عامله عشان مصر بس انت ما انت عارف عشان تبقى approved internationally في accreditations بتاخدها في قصص طويلة فهل احنا طلبنا ده او لا انا معرفش المفروض بس مصر بس اللي متعاقده معاها يعني الامتحان ده اسمه ايه EST يعني ايه Egyptian Scholastic Test ده بتاعنا احنا تمام هو ليه مش انترناشونال حتى الان قد تكون انت كوزاره التربيه والتعليم في مصر ما ساعدتش لده انت مش عايز تخليه انترناشونال انا ما اعرفش الاسباب اللي عندهم يعني بس اقصد انت عملت امتحان ليك انت بديل للسات عشان التسريبات فخلاص
ما عملتوش انترناشونال، دي حاجه تخص بقى وزاره التربيه والتعليم او الناس القائمين عليه. انا مش عارف هم ليه ما سعوش لده. بالظبط، هو كان انقاذ موقف. كنت هتسال، عايز اعرف انا كتيتشر عايز اخش السيستم بتاع الامريكان. تعمل ايه؟ سو هو ده انا جاي النهارده عشان اقول لك كده، وده الجزء الثاني من المحاضره بتاعتي. كارير باثز، انت لما تتخرج عندك كام طريق حاليا قدامك في السوق؟ كلام ما انا بقى جاي اقول لك اهو. الله، ما انا جاي من بني سويف، جاي من بني سويف يا جماعه والله الصبح والله، ومن ثلاث ايام جاي من جده، يعني انا جاي لكم رحله طويله قوي يعني. عشان اقول لك لما تتخرج، هكلمك بالبلدي بقى خالص يا جماعه، قدامك ثلاث طرق. يا اما تشتغل مدرس في مدرسه وتدي دروس، وده حلو. لا لا حلو، انا اشتغلت كده ست سنين قبل ما اسافر. حلو ماديا ولكن هلاك صحيا. كنت بطلع من بيت الساعه 7 ونص الصبح، ادخل بيت الساعه 11 ونص بالليل. والله في النص بقى انت بتتغدى ايه؟ لقيت محل كشري وانت معدي من بين حصه وحصه بتدخل تاكل، لقيت فرن بيعمل المخبوزات اللي هي البيتزا بجنيه وربع دي، بتضرب اتنين مع هو ده الحياه، دي الحياه. انا عشت الحياه دي بكام؟ ب10 جنيه. يا نهار اسود. انا عشت الحياه دي يا جماعه ست سنين. I made good money الحمد لله، ولكن لا خلاص مش قادر، مش قادر. طيب ده اول طريق. الطريق ده سكته ايه؟ ازاي ابقى مدرس دروس حلو طبعا، بس ازاي اجهز نفسي بقى كتيتشر؟ الطريق ده سكته انك بتذاكر المنهج، هتبقى مدرس منهج. انا راجل هدي اعدادي مثلا، هبتدي باعدادي، فانا هحفظ مناهج اعدادي بالتريكس بتاعه امتحانات اعدادي، هجيب الكتب الخارجيه كلها اذاكرها واذاكر الامتحانات واشوف القاعده دي بتيجي ازاي في الامتحان. عشان انا مش هشرح لانجوج، انا هشرح امتحان بيسموه كده teaching to the test، ودي مهاره على فكره، ولكن مجهودها مش كبير. بمعنى انت هتقعد سنه في الاول تجيب شويه كتب خارجيه وتسرق شويه ملازم المدرسين اللي حواليك تبص فيهم، تمام، وبعدين تبدا تعمل الملازم بتاعتك اللي هي ميكس ما بين ده وده، وبعد فتره هتبقى حفظت المنهج. يعني احنا خلاص، انا كنت بدرس ثانويه عامه قبل ما اسافر، خلاص قاعده اف كنا نقول لهم ايه مثلا، لو فاكرين سؤال ري رايت كان بيجي ما بيتسى بيه لحد دلوقتي؟ لسه بيجي. يجيب لك جمله يقول لك ري رايت، او لا يحط لك اف، كان بيقول لي رايت دي فوق. كنا بنقول ايه؟ بص يا ابني، ما تلاقي الجمله في الماضي يبقى تستخدم الحاله الثالثه، تمام، حط اف والنفي اثبات والاثبات نفي، وحط هاد في الاول وود هاف وبعدها التصريف الثالث، عمياني كده من غير ما اشوف الجمله. هو هيطبق الكلام ده، هيعمل الخطوات دي، هيطلع صح. فانا بدرسه ايه؟ ازاي يحل الامتحان ويجيب درجه كويسه. هل ده مطلوب؟ مش انا جاي بكلمكم، مش انا بكلمكم، انا بكلمك على السوق عموما، مش انا بكلمكم على امريكان دبلومه اهو جاي اعمل لكم فيها خبير وجايبين واحد من بره وبتاع. انا اولادي في ثانويه عامه موديهم عند مدرس بتاع الامتحان، لان انا عايزه في الاخر، لان السيستم التعليمي في مصر بيجبرني على كده. انا ابني بيتكلم انجلش كويس جدا، يعني الفور سكيلز عنده ممتازين، بس ما بيعرفش يحل التريكات دي، فاعمل ايه؟ هودي عند مدرس بتاع تريكات. فمجهودك ايه في الحته دي عشان ما اطولش عليكم؟ هتذاكر المنهج، هتبقى مدرس منهج تحترفه، تبدا تطلع 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 مع المستر فلان، ده كويس، ده شرحه حلو، ده بيفهمنا، وهتعمل فلوس حلو قوي، بس هتتعب شويه. ممكن بعد فتره بقى لما تبتدي تدي مراحل عاليه، هتبدا بقى في سنترز ويبقى الجروب فيه 200 وانت بتدي مرتين بس في اليوم، هتمشي يعني وهتركب اي كلاس والدنيا هتبقى تمام. والله العظيم احنا كنا بنحسب لمدرسينا واحنا في ثانويه عامه، هي العاده دي لسه موجوده؟ طيب ربنا يستر. طب ايه الطريق الثاني؟ الطريق الثاني انك تشتغل في مدرسه انترناشونال او مدرسه كويسه، يعني سافر على مكان كويس. خد بالك، انت ممكن تسافر وانت مدرس دروس وهتطلع السعوديه ولا البحرين ولا عمان تشتغل دروس برضه، وهتعمل فلوس احلى عشان فرق العمله. اقصد سكه الدروس، انت قلت لي مصر، لا مش مصر بس، كل الدول العربيه فيها دروس، كل وبنفس الطريقه. الامتحان ايه وهي يا ابني هنحل ازاي وانت مغمض لما تلاقي كده اعمل كده. طب ايه الطريق الثاني؟ هشتغل في مدرسه هتديني مرتب كويس، هرجع البيت الساعه 3 والساعه 4 ارتاح بقى، هاخد مرتب يكفيني، مش هحتاج اشتغل دروس.
قد يكون المد حصيلة المادية بتاعته أقل شوية من الدروس، بس حلوة بتكفي وزي الفل الحمد لله. طيب هعمل إيه بقى؟ I have to be a language teacher. يعني لازم أعرف الابروتشز بتاعت التيتشنج، لازم أعرف الفريموركس بتاع تدريس الجرامر والفوكابيلري والرايتنج والليسننج والريدنج والسبيكنج، لازم أعرف يعني إيه student centered class، لازم أعرف دوري كمدرس، لازم أتعلم كل دي سكيلز عندك أنت كتيتشر هتتعلمها. أنا ما تعلمتهاش إلا بعد ما سافرت. أنا قعدت 6 سنين بشتغل، أشتغل في الفصل بطريقة الدروس، بديهم الفوكاب والجرامر وتعالوا نحل ده بيجي إزاي في الامتحان. لما سافرت على مكان شوية طريقته مختلفة اكتشفت لا أنا لازم أشتغل بطريقة مختلفة، الطريقة دي مش تنفع. فزي ما قلت لك تتعلم تبقى language teacher. إزاي language teacher؟ تتعلم how to teach، اللي هي بقى كورسات التفل والتيسل والسلطة اللي هي بقت ب45 دلوقتي ولا بكم؟ في أماكن بقت ب45 يعني من 30 ل تمام. طيب أنا أخد إيه؟ أنا كواحد متخرج أخد إيه؟ لو أنت عايز knowledge في حاجات مش ب30 حسب المكان اللي بتاخده. في حاجة اسمها فيلت في الجامعة الأمريكية أرخص شوية من السلطة. والله كمان يعني جاي منها، بس هي في منها paid. لا هي في زي تافل كده تبع جامعة أمريكية أرخص، يعني في تافل تمام يبقى هو تافل ماشي، وفي تافل في أماكن تانية يا جماعة بره الجامعة الأمريكية كورسز بيدوها good trainers، وفي تيسل في مؤسسات تانية برضو أسعارها أرخص 8-10-12، وفي سلتا لو أنت هتقدر تدفع تمنها. طب أخد إيه؟ لو أنا عايز النولج بس وظروفي مش قوي أخد تافل عند سين عند صاد عند عين هتلاقوا كتير، أخد تيسل من أبو 8 من أبو 10. طب أنا عايز سيرتيفيكيت من كامبريدج خد سلتا لو تقدر. أنا ما خدتش سلتا لحد النهاردة يا جماعة لأن أنا اشتغلت في الأماكن دي قبل، يعني مش محتاج لها دلوقتي فاهمين، ولكن اذا احتجتها كنت هاخدها. خدت تيسل اقل شويه بس عشان احطه في السي في مش اكتر، عشان لما اجي اقول لكم النهارده اقول لكم انا تيسل هولدر، لان انا هقول لكم برضو ليه، لان انا في بدايتي لما اتخرجت ما كنتش اسمع الكلام ده، احنا كان اخرنا اي سي دي ال اللي هو ده اللي هو انت يعني ايه تروح مقدم كده الاي سي دي ال اللي هو يعني وفي كان في كورس الانجليش بتاع المحافظه يعني في اي محافظه كان ب 20 جنيه، كورس كمبيوتر برضو كان ب 20-15 حاجه كده يعني. دي الكورسات اللي كانت ايام اكيد كان فيه، بس انا الكوميونتي اللي حواليا ما كانش فيه الكلام ده، ولا التيتشرز كان عندهم اويرنس، ولا حد في الجامعه يا جماعه قال لنا حاجه. والله العظيم احنا طالعين من الجامعه والله ما نعرف حاجه، والله ما نعرف حاجه، ولا نعرف هنشتغل فين ولا نعرف تشتغل ايه ولا الكلام ده. المهم فانت اتفضل. علشان كده يا شباب احنا النهارده جايبين مستر محمد، قبلها الترم ده كنا عاملين تريننجز ولسه الترم ده فيه تريننجز اكتر، عشان كده احنا عشان السبب عشان ما حدش يقول له بقى محتاجين قبل ما نتخرج احنا ما بنبقاش مستشفى. السيشنز اللي دكتور مجدي عملها انا شفت له فيديو كده عن السي سي كيوز والاي سي كيوز والكلام ده، الحاجات دي بتاعت السلطه. طيب هتطلع تاخدها بره بكام الف؟ هو مش هيديك سيرتيفيكيت، بس لو انا طالع من الجامعه عندي النولج دي ودخلت انترفيو وعملت ديمو كلاس طبقت فيه الكلام ده هتقبل. انا اشتغلت في مدرسه انترناشونال، انا مش معايا غير شهاده كليه اداب ودبلوم تربوي عام اللي هو حاليا مش هيشغلك في مكان كويس يعني تو بي اونست، بس انا اشتغلت ليه؟ عملت ديمو كلاس كويس. الراجل قال لي كده وهو طالع اتيبيكال سيلتا كلاس، عملت التست تيتش تست وصلت لها دي ولا تمام، وانا ما كنتش خدت سيلتا ولا واحد صاحبي قعد معايا انا عندي ديمو بكره تعالى بص اعمل كذا 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 اتقبلت تمام. طيب انت هنا الجامعه بتقدم لك فرصه مش موجوده على فكره، ما اعرفش حد يعني كنت فاكر ان انا بقول لهم كلمتين وبتاع عشان هيغدوني وكده، لا انا ما اعرفش حد فيهم يعني. انا قابلت دكتور مجدي في نايل تيسل صدفه، لا لا والله لا انا فطرت الحمد لله، قابلته صدفه وبعدين قال لي على الدكتوره غاده رئيس القسم، فانا ما اعرفهمش قبل يعني احنا ما نعرفش بعض. يعني اقصد ان انا بقول لكم الجامعه بتقدم لك فرصه، لان انا كطالب جامعه ما حدش قال لي الكلام ده، انا طلعت خبطت كده يلا يلا علم نفسك.
يلا شوف اللي هتشتغل ازاي، هتشتغل فين، انا اصلا ما كنتش هشتغل مدرس اساسا وجت صدفه كده. فالمهم لما المكان اللي انت فيه قدم لك فرصه استغلها، لان الكلام ده بفلوس كتير قوي بره، بفلوس ومجهود ووقت هياخرك. فلما انا اطلع من الجامعه عارف الفريم وركس وبعرف اقدم vocabulary class, reading class, grammar class, writing class in a proper way، لما ادخل المكان اللي انا هقدم فيه، على فكره في ناس معاها سلطه بتترفض، يعني ما تخيلوش ان السلطه دي سلطه مرتب بقى ايه، لا خالص خالص خالص، انت معاك سلطه بس لما جيت عملت الديمو كلاس ما طبقتش حاجه من اللي انت خدتها مش هتتقبل. وهيقبلوا واحد تاني ممكن ما يكونش معاه شهاده زي دي بس عمل ديمو كلاس كويس بيقول ان هو هيز ا جود تيشر. فالسلطه احنا بنقول دايما للناس ايه، السلطه دي لمبه كده في السي في بتاعك بتقول ايه، ان انت هتبقى شورت ليستد. اه ده معاه سلطه، طب خلينا نشوفه، خلينا نشوفه، مش يلا نشغله، يلا يا جماعه حساب البنك يا ابني بتاعك عشان نبعتك، لا اوعى تتخيل ده، لازم تطبق. فلو انا زي ما قلت لك بقى انا اتعلمت حاجات من دي في الجامعه ودخلت عملت ديمو كلاس كويس جدا واتقابلت، ممكن بعد كده في مرحله بقى البروفيشنال ديفلوبمنت ان انا ابتدي اخد كورسات واعلم نفسي واطور نفسي، اوكي. بس اللي انا عايز اقوله ان الشهاده هي بس عباره عن لمبه خضراء كده عارفين بتاعه الماسنجر دي، ان فلان او فلانه اونلاين ومش عايزين نكلم بعض مين هيتكلم الاول، هي نفس الكلام، اللمبه الخضراء اهي فوق، فلان ده معاه سلتا، فلان ده معاه تيسل، فلان ده معاه دلتا. طيب بدات فيها، بدات فيها ان شاء الله دي اللي هتمتحن شهر 6، هنشوفه هو كويس ولا مش كويس. فما تتخيلش ابدا ان الشهاده هي اللي هتشغلك، انت اللي هتشغل نفسك. انا قلت لك انا دخلت عملت ديمو كلاس مدرسه انترناشونال وما اعرفش اصلا سلتا دي يعني ايه، خلاص وربنا اراد ان اتقبل لان حد نصحني. فلما الكوليدج تعمل لكم ورك شوبس استفيدوا منها على قد ما تقدروا، لان انتوا هتقولنا بعد كده هتطلعوا هلاقيكم بتكلموني على مسج مستر محمد اخد كورس فين، اقول لك يا ابني روح خد عند فلان او خد عند فلان او خد عند فلان. طب ما ليه، ما هو على الاقل حتى لما تيجي تاخد سلتا بعدين تبقى عندك فكره، ما تبقاش صعبه عليك، ما تبقاش بتبدا من الصفر، لا انا عارف يعني ايه سي سي كيوز واي سي كيوز وعارف الفريم ورك بتاع الرايتنج ده برودكت ولا مش عارف ايه، عارف الكلام ده مش جديد عليا. تمام، دي السكه الثانيه اللي هي سكه ايه، المدارس الانترناشنال او السفر لاماكن محترم، لمدارس محترم في سفر عادي. اتفضل. طب انا قلت بيبقى معاهم الشهاده ومش بيتقبلوا ليه؟ لان في ناس بتخش السلطه وهي زي ما الدكتور احمد قال ما عندهاش خبره فيها خالص، ما فيها حاجه عنها، بياخدوا من السلطه في الديوريشن بتاعت الكورس هي البيزكس، لكن في ناس بتخش الكورس وهي عارفه اصلا هتاخد بقى البيك بالظبط، ويطلع مثلا السكور بتاعه او الجريد بتاعته A مثلا. لو انا داخل زي ما انت زي ما انت داخل اي حاجه، لو انت دلوقتي رحت مقابله في مدرسه امريكيه وشفت التسجيل بتاع السيشن دي مره كمان وقال لك يعني ايه كومن كورس ستاندرد، هتعرف ترد عليه صح؟ الى حد ما، لو قريت تاني او شفت يعني الكريدت اورز تحسب ازاي هتعرف شويه مجموعه منها تعرف ترد عليه صح؟ غير ما انت رايح مقابله يعني ايه كومن كورس ستاندرد؟ ان شاء الله خير، اشوفكم بقى ايه. فزي ما قلنا البراير نوليدج في اي مجال هتنفعك. طب ايه الباث الثالث في الكاريرز اللي هو بقى الترند؟ اونلاين، اونلاين تيتشنج فلوسه حلوه، حلوه والله فلوسه حلوه ومريح، وبنقعد لابسين من فوق بالشورت ومن تحت والشبشب تمام، وبتشتغل وتقفل الكاميرا تدخله بريك اوت رومز وتروح تعمل سندوتشات وترجع، الحياه جميله والله. انا شغال اونلاين من 2018 يا جماعه، بشتغل اونلاين قبل الكورونا. هو ليه عيوب طبعا، بس حاليا خلاص بدانا نتغلب عليها. ولكن مميزاته، اولا في اونلاين سكولز كتيره جدا دلوقتي، اونلاين سكولز يعني سكولز بجدول بوكيل وفي اونلاين اكاديميز بتشغل ناس. طيب الاونلاين للانسات او السيدات احسن شويه، فرصه افضل شويه، او اقول مناسب ليهم شويه، يعني واحده ست معاها اطفال مش هينفع تتحرك بالبيت كتير، فقعد الوقت في اي حته تدي له حاجه يكسر فيها وتقعد تشتغل السيشن. للرجاله حلو، انا بقول لكم انا بشتغل اونلاين
وزي ما قلت لكم ماديا هو حاجه حلوه جدا. طيب ازاي ابقى اونلاين تيتشر؟ هتعرف تتعلم انك تعرف تستخدم كل التولز المطلوبه للاونلاين تيتشنج. اولا زوم، عارفين زوم ها، او التاني اسمه تيمز بس انا بستخدم زوم، او مش عارف جوجل كلاس روم، ده اللي هو انت بتفتح باب الكلاس. في بقى ويب سايتس وفي ابلكيشنز اللي بتعمل عليها الاكتيفيتيز بتاعتك، مش عارف بادلت، وفي كويزز، وفي كاهوت، وفي مليون مليون حاجه. دكتور ايبا عثمان ممكن تيجي تتكلم في الموضوع ده، هي اسطوره في الموضوع ده. فاقصد عشان تبقى اونلاين تيتشر لازم يبقى عندك الاونلاين سكيلز، ازاي تستخدم كل، طبعا لازم تعرف تعمل باوربوينت كويس لان انت مش يعني مش هتكتب في كتابه بس سخيفه وصعبه ورخمه، فانت لازم يكون عندك سلايدز جاهزه. الحاجات دي تتعمل بالاي اي دلوقتي كمان بكل بساطه وكل سهوله، يعني تقدر تتعلمها. زي ما قلت اتعلم التولز اللي تساعدك انك انت تبقى اونلاين تيتشر، وممكن تشتغل فيزيكال يعني تشتغل اون سايت وبعد الظهر اونلاين. ناس كتيره بتعمل كده، فتجمع ما بين الحسنيين يعني ده وده، مفيش اي مشكله. الحياه دلوقتي زي ما انتم شايفين عامله ازاي، فمحدش بيشتغل فتره واحده في حياته، يعني محدش مننا بيشتغل الصبح يروح ينام، وان كنا بنتمنى بس ده حاليا بقى مستحيل. طيب انا واحده ست بشتغل في مدرسه او انا مدرس في مدرسه وعايز اشتغل بعد الظهر، لو اشتغلت تو سيشنز اونلاين كورسز، انت ممكن يو كان ديزاين يور اون كورس، مش لازم تشتغل عند حد على فكره، مش لازم تروح تشتغل في اكاديمي او تشتغل في مدرسه، انت هتعمل. عارفين كورسات الجنرال انجلش اللي الناس بتاخدها مش عارف فين؟ تعملها انت في البيت، تفتح يوتيوب كده كيفيه تعمل الجنرال انجلش في البيت، هتلاقي نفسك عملت كورس جنرال. ايه المشكله؟ كتاب هتشتغل منه، ماتيريال، متعلم الاونلاين تولز كويس جدا، خلاص هتبتدي بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لحد ما الدنيا تكبر معاك. بس طبعا كل حاجه من دي محتاجه صبر، اي بزنس خاص محتاج صبر واصرار، كونسستنسي، محتاج تعمل لنفسك اللي بنسميه بيرسونال براندنج، ترسم تعمل ايمج على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بيجيب فلوس يا جماعه على فكره، ده غير التيك توك والهبل، انا بتكلم في التعليم. السوشيال ميديا بتجيب فلوس، الفيسبوك وانستجرام وتيك توك، الكلام ده بيجيب فلوس، مش بالفيوز. ما اقصدش انك انت تطلع تعمل ليبسنج على اغنيه لا لا لا. از ا تيتشر انا عندي بزنس خاص مش هتكلم عنه، من السوشيال ميديا، من الفيسبوك، الناس عرفتني من الفيسبوك، انا جيت لكم هنا بسبب الفيسبوك. ازاي؟ ابتديت اعمل فيديوز، بقى عندي اكاديمي، اشتغلت، بدات اتعرف على ناس في الكوميونتي، بدات ادي محاضرات، بدات اعمل فري سيشنز، رحت نايل تيسل لقيت الراجل ده بيقول لي تعالى عندنا. ده اللي حصل بالظبط. منين؟ من الفيسبوك. ازاي بتبني لنفسك كارير، بتعمل ايمج، بتعمل بيرسونال براندنج. انا راجل مدرس انجلش بروفيشنال، هعمل فيديوز في الاول الناس تعرفني، هكتب بوست عن الـ عن الـ عن الانجليش في اي حاجه، او عن التيتشنج وات ايفر بقى الحته اللي انت متميز فيها. وبرضه هقول لكم على حته متميز فيها دي عشان كل واحد مننا ليه حاجه غير التاني. ببدا اتعرف واحده واحده، كونسستنسي. يعني انت مش هتتعرف في سنه، طبعا ممكن ربنا يكرمك ده رزق، بس اقصد مش هتوصل للي انت عايزه في سنه ولا في سنه ونص، هتحتاج يبقى عندك اصرار واستمراريه. فيسبوك بيعمل حركه، عموما كل الابلكيشنز بتعمل حركه سخيفه جدا. في الاول بيفرحك بالفيوز، تلاقي الفيديو عليه رياكشنز وبتاعه، وبعدين فجاه اروح اعمل كده تلاقي 12 لايك. يا نهار اسود، ده انا قعدت اعمل في فيديو ساعتين اللي هو الفيديو دقيقه ونص، 12 لايك واثنين كومنتس من اصحابك اللي ما شافوش الفيديو اصلا، داخلين كده يقول لك يا عاش يا وحش، هم ما عارفش عارفين اصلا الكلام ده ايه. طيب هتزهق، خلاص ما تكملش، كمل وخلي عندك اصرار وابتدي عرف الناس بيك. ولما اسمك يبتدي يتعرف شويه، يا جماعه انا عامل لايف بكره الساعه 9 هشرح فيه اي حاجه، محشي ورق العنب، تمام؟ هيتفرج عليك 20، بعدها باسبوع لو انت بقى محضر كويس واللايف عمل شغل كويس هيحضر لك عدد اكبر، بعدها باسبوع عدد اكبر، هتبدا تتعرف، هتبدا تتعرف على ناس في الكوميونتي. على فكره ده بيفرق جدا جدا. انا اتعرفت على فلان اللي عنده مش عارف مدرسه ايه، وده مدير فين، وده مدرس فين هيصفرني، وده التعاملات دي على فكره ده مش نفاق ولا حاجه ولا لا خالص،
لتعرف على الارض، عرفت على الناس دي اهو، معرفه خير ان شاء الله. اوكي، ممكن نلتقي في شغل بعد كده، ممكن نلتقي في حاجه زي كده. اللي اقصده اتعرف على الناس، احضر مؤتمرات. لما تلاقي حد عامل مثلا فري سيشن مش عارف فين، او سيشن من 150 جنيه اللي بيعملوها، في ترينرز ممتازين الكبار يعني، الاسامي الكبيره بتعمل سيشنز اسعارها مش غاليه خالص. تحضر في فري سيشنز، في حاجه اسمها او تي يو، دي حاجه خيريه، اتحاد معلمين الاونلاين، صفحه على الفيسبوك بيعملوا فري سيشنز. يعني بيجي مثلا حد زي دكتور مجدي، زي دكتور، زي اي حد من دكاتره، النهارده هيكلمكم عن مثلا تيتشينج فوكابولري، هيطلع لايف على الفيسبوك على صفحه او تي يو ويتكلم ويشرح، او هيعملوا زوم ميتنج وبعدين يطلعوا لايف من الزوم ميتنج. الحاجات دي حلوه جدا وهتفيدكم جدا. تابعوا الناس اللي بتقدم فري كونتنت للتيتشرز. هم قايلين لي ما تتكلمش. طيب هي فري، في 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 اكتر من حاجه ممكن تتقدم او بتتقدم فعلا فور فري، هتعلمك. انا اتعلمت منها كتير جدا. احضر وشارك وتعرف، روح مؤتمرات زي نايل تيسل، زي اي ليس، الحاجات دي حلوه جدا يا جماعه. الفايبس بتاعتها، مش انتوا تقولوا فايبس دي برضو اجانب بتاعتكم تقولوا فايبس؟ الفايبس بتاعتها حلوه، بتتبسطوا كده وبتحسوا بحاجات لطيفه، تتعرفوا على الناس، تتعلموا، واتس اولموست فور فري. يبقى الثري ويز، ايه الطرق الثلاثه اللي قدامنا لما نتخرج؟ ممكن تقول لنا كلمتين عن نايل تيسل يعني؟ حاضر. Because this is something you want to share. حاضر. هتكلم. حاضر. طيب هتكلم عن فكره نايل تيسل يعني؟ طيب هو نايل، انتوا سمعوا نايل تيسل اصلا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتوا حابسينهم هنا في الكليه ما بيطلعوش يعني ولا ايه؟ قولي طبعا. في حد ما يعرفش نايل تيسل؟ بصوا يا جماعه، نايل تيسل ذيس از امبورتنت ثينج. احنا دلوقتي تيشرت تيشرت انجلش بنقطه ثانيه في الكليه، لازم تكونوا اوير. This is something طبعا انتوا بتزرعوا خالص احسن كتير من الكتاب بتاعنا احنا. انا زمان عشان كنت اوندر ستودنت اللي هم الطلبه المتميزين، فكانوا بيحبونا قوي في الماده الزياده. فالماده الزياده دي كنا بنروح فيها مثلا، رحنا لاول مره في تربيه عين شمس، رحنا حضرنا مؤتمر جديد اللي عملته في الماجو يونس. كنت انا من اوائل الدفعات اللي كنت لسه ستودنت سايت. نفس الموضوع، خدنا رحنا في الجامعه المصريه مراحل بدايات الماده دي، كان اسمه ماده دي جي بي. اوكي؟ فالنقطة الثانية بس تروحوا تحضروا المؤتمر، تشوفوا في المؤتمر اللي طبعا بيبقى اللي هي موجود ده المكان اللي فيه كل الانجلش تيشرز اكروس ذا ورلد، نوت جاست ان ايجيبت. اوكي؟ بيبقى في ناس كتير جدا من الارب ريجنز، بيكون في ناس استراليان انجلش، وفي ناس بيجوا من بره، السبيكرز كلهم بيجوا من بره. اوكي؟ وهي الجامعه الامريكيه ساعتها بتجيب 2 أو 3 ديفرنت كوميونيتيز. الاكاديميكس اللي هم بتوع الديبارتمنت اوف انجلش لانجوج اند ليتشر، وبيكون فيهم من سكول اوف كونتينوس ايدوكيشن، تعرفوها اللي هي مدرسه التعليم المستمر اللي هي الاس تي دي دلوقتي. ماجد حبشي. وبعدين وكمان الثالثه اللي هي الكونفرنس بتاع نايل تيسل. نايل تيسل ده هي سبايسي البريزدنت بتاعها او بريزدنت اوف ذا كونفرنس اللي هو محمد خليل موسى. اوكي فور ذيس يير، السنه دي هتبقى محفظ في الورق. اوكي فهما بيشتغلوا، دي تبقى مؤسسه كامله لدعم مدرسين اللغه الانجليزيه في مصر all across Egypt. عندهم الدي دي اللي هو الديبارتمنت شابتر، ده هو بينزل المحافظات يعلم الناس. انا يعني بتطوع هناك من سنين طويله جدا جدا، بس اي ريمبر ان من احسن مدرسين اللغه الانجليزيه اللي شفتهم في مصر في حالها كان في البحر الاحمر. I have seen English teachers. أنا ما شفتش الإعداد ده ولا في المعادي لما رحت، ولا في اسكندرية، ولا حتى هنا في القاهرة. I haven't seen anything like that. Very good English teachers. I want to say that the market is open and it is so competitive. Did you see? فأنا مش فاهمة يعني إحنا في عندنا أكثر من البروفايل بنشتغل عليه. السكيلز بتاع يعني skills for the teacher to be a manager. Supportive enough and motivating enough. This is one thing. That's right. في كمان الانجلش لانجوج سكيلز نفسها، بس راح تاني. بعدين الفاميليارتي بالبوست اللي انا هشتغل فيه، يعني لو انا هشتغل في امريكان دبلوما فاكون فاميليار بالكورسز او اي دي او اي جي او وات ايفر، فلازم يكون كمان انا فاميليار بالاكونت ماركت انت ابلاينج فور.
these are three things. طيب عشان ما اكون يعني لا لا خالص مين فولو على جوجل اوكي في نفس الستكس دي بتنزل تشابتر في يانج ليرنرز يعني الناس اللي عايزه تدرس الولاد الصغيرين يانج ليرنرز تيشرز فور يانج ليرنرز في سبورت مخصوص ليهم اوكي في يانج ليرنرز في تيتشنج ليترتشر في تيتشنج ترانسليشن في ليرنينج تكنولوجي دكتوره هبه ليرنينج تكنولوجي اند اي دو ريسيرش ويتش از ريسيرش ثانك يو. طيب اترجم بقى الكلام اللي بتقوله كده بالبلدي معلش انا اسف والله بس عشان اللي اتكلمت عن الدكتوره ده المؤسسه الكبيره اللي هي نايل تيس اللي فيها السيجز وفيها فري سيشنز طول السنه. في بقى المؤتمر اللي بيتعمل مره في السنه كان فيه السنه دي 250 lectures 250 محاضره في يومين. هو مش غالي، هو تقريبا ب 300 جنيه التيكت للتو دايز. بيجيبوا فيه ليكتشرز من بره وليكتشرز من مصر وكل ما تتخيله في الانجليش لانجويج تيتشنج. حاجه مفيده جدا يعني لازم انتوا كطلبه تحضروا. احنا ما كانش في ايامنا الكلام ده للاسف زي ما كل مره بقول لكم. هتحضروا الفلان وفلان وفلان وناس من مؤلفين الكتب بقى مش عارف جيريمي هارمر والناس اللي هي ده يعني مؤلفين كتب من اللي احنا بندرسها في المدارس. انتوا متخيلين ده جاي يديلك ليكتشر هنا في مصر وهتدفع حاجه بسيطه يعني 300 جنيه دي حاليا اتس ناثينج يعني. فحاولوا تحضروا كل في اي ليس برضه ده طبعا اي ليس هو الاي ليس تبع الاي ليس امتحانات بس لانه مؤتمر الاتحادات الاي ليس بس في ليكتشرز برضه بس في الحته بتاعه الامتحانات الاساس احضروا الحاجات دي يا جماعه وتعلموا واستفيدوا زي ما قلنا عشان لما نيجي نطلع للسوق نبقى عارفين. طيب عشان تو فاينلايز احنا عندنا كام باث لما نتخرج؟ ثلاثه. حوت الكيمياء which is great لو انت صحتك حلوه يعني it's a great path financially بس مش بيدي لك امج برضو. خلينا نكون واضحين الا لما تركب الاي كلاس او العيال يعمل لك زفه وانت داخل السنتر بيشغلوا لهم كده موسيقى ويشيلوا لك فوق زي مش عارف تشوف حاجه في فيديوز كده. انا مش بقلل من ده بالعكس ده طريق حلو قوي 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 لو انت عايز تتجوز بدري والله بتكلم جد والله بهزر. طيب في الطريق الثاني to teach English as a language not as a school subject courses ومحاضرات وskills تبدأ تقدم في مدارس international أو حتى مدارس national كبيرة تبدأ تقدم في سفر في أماكن كبيرة. ده الميزة بتاعته ساعات عمل أقل تمام وفرص سفر أفضل. والطريق الثالث الأونلاين اللي انا قلت ان انت ممكن تعمل ميكس ما بين اي من الطريقين الاولانيين والاونلاين بس تتعلم الاونلاين تولز. اوكي حد عنده اي اسئله اتفضلي. في حاجتين في الاول انترفيو يعني هقول لك اللي حصل معايا وده الغالب يعني شويه كلام كده بيشوفوا اللغه بتاعتك عامله ايه وبعدين اف اتس فاين تعملوا ديمو كلاس حصه. الحصه دي بقى لو انت مقدمه في اثناء الدراسه بتدخلي كلاس. انا دخلت كلاس لما رحت المدرسه اللي انا فيها حاليا دخلوني على وحوش جريد 12 حاجات كده ايه ادخل اشرح حصه رايتنج اساي. لو احنا في الاجازه بيجيبوا لك 2 3 4 موظفين بتعملي ديمو كلاس قدامهم كانهم هم الطلبه بتوعك. في النهايه انت بتعملي حصه يعني القبول حاليا بيتوقف على ان انا اعمل ديمو كلاس كويس. طيب في حاجه مهمه نسيت اقولها. هو انا الاكسنت بتاعتي لازم تبقى امريكان اكسنت او بريتش اكسنت يعني لازم اقول واتر لازم اقول كده او ووتر زي الجماعه؟ لا خالص خالص. حتى في الايلتس مش من الكرايتيريا بتاعه الاسسمنت الاكسنت انما ايه اللي موجود البرونسيشن. ايه الفرق برونسيشن؟ انك تو بي ايزلي اندرستود تو اتر ذا انجلش ساوندز كوركتلي بس مش لازم تروح ناحيه اكسنت لان امريكا لوحدها فيها 32 اكسنت مختلفين. دوروا على جوجل هتلاقي المعلومات 32 اكسنت مختلفين. وممكن انت تسمع حد امريكاني غير اللي تسمعه في الافلام اللي لو انت بتفهم الافلام من غير ترجمه تروح مثلا حته زي تكساس ولا هتلاقي الموضوع مختلف انت مش فاهم اللي بيتقال. لو انت شفت فيلم من بتوع اللي هم فيهم في الرانشز دي اللي في المزارع والناس اللي عندها خيل مش الكاوبوي اللي بيلبسوا القمصان الكارو مش هتفهم الكلام. اللي اقصده يعني عشان ما اطولش عليكم
ان الاكسنت مش هي المهمه، المهم هو البرونانسيشن بتاعك يكون سليم. في حاجه اسمها نيوترال اكسنت او انترناشنال اكسنت. عارفين مذيعين الجزيره العربي؟ العربي مش الانجليش. لو انت ما تعرفش ان ده احمد طه بتاع مصر ودي خديجه بتاعت الجزائر، مش هتعرف من كلامهم هم منين، صح؟ مفيش لكنه، هو بيتكلم لغه كده فلات، حاجه كده ما انتش عارف هي ايه، لا هي خليجي ولا هي مغرب عربي ولا هي مصري. نفس الكلام في الانجليش، عادي لو قلت water مش هيقلل منك يعني. يعني water في الانترفيو مش هتشغلك حقيقي والله، خصوصا بقى لو انت عندك mistakes تانية في البرونانسيشن، مثلا بتنطق السا السا والزا. فتخيل بقى انت عم تقوم this is water، جلبية عليها كرافات، ما تنفعش. طب انا اهتم بايه؟ اهتم بان انا مخارج حروفي تكون سليمة، ما يكونش عندي الكومن ميستيكس بتاعت الاريا اللي انا منها. احنا في مصر عندنا السا والزا وعندنا البا، طبعا نقول اللي هو بيقول ثانك يو ذيس از، على فكره هو غلط، بس هي مش مجال للتندر او السخريه، بمعنى احنا اتعلمنا كده كلنا. احنا حتى في العربي لما بنيجي نصلي بنقرا الفاتحه بنقول ايه؟ صراط الذين، صح؟ هي مش كده، ده غلط اصلا، دي مش الفاتحه، مش اسمها الذين، اسمها الذين، تمام؟ فاحنا اصلا عندنا مشكله في بهرج الحروف، مش هنتريق على بعض فيها. البا والبا، الساوند بتاع البا مش موجود في العربي. فالجماعه الاتراك مثلا ايه الكومن ميستيك عندهم؟ الفا، فاتر، واتر يعني. فكل منطقه في العالم لها كومن ميستيكس، افويد ذم، لانها ممكن تعمل كونفيوجن. سينك وثينك كلمتين غير بعض خالص، اه من الكونتكست، بس ليه؟ احنا بنقول في الايلتس اهم حاجه كده في باند 9 ايه؟ easily understood، فاهمينك، فاهمين كلامك. تتكلم بقى بريتش، اوستراليان، امريكان، مش هو ده المعيار. اه في بعض المينتاليتيز في بعض المدارس كادارات بتبص للحكايه دي، بس ده مش الاساس وده مش الصح. انت هتوصل معلومه، فالهدف او الوسيله الاساسيه عندك انك تكون مفهوم وكلامك واضح وما عندكش fatal mistakes اللي هي تعمل confusion. غير كده انت تمام، تقعدش تهلك نفسك بقى في ايه؟ افضل اسمع امريكا. طب لو انت، طب لو انا بتكلم خلاص، انت كنت تفرج على افلام والاكسنت بتاعتك مايله للامريكان شويه، عادي. في ناس اصحابنا بيتكلموا بريتش انجلش في نايل تيسا، كنت واقف مع اتنين بدون ذكر اسماء يعني، اتنين بيتكلموا بريتش انجلش يعني حاجه كده ايه؟ حاجه رهيبه يعني. وانا واقف في وسطهم، عارف لما تحس ان لابسين بدل في الاوبرا وانت واقف بشورت. يعني انا بتكلم كويس مش وحش، يعني انا الحمد لله ما عنديش اخطاء كبيره، اه بلغز. بس عادي ماشي في الكلام، اعرف اتكلم، بس انا مش عارف اتكلم. يعني يقول يا باتو، اوه يا جماعه، ايه يا جدعان؟ بس حلو، هي اليجنت، البريتش اكسنت اليجنت، بس انا ما اعرفش اتكلمها. مش هبقى مدرس كويس؟ لا، هتبقى مدرس كويس جدا. طب انا ما بعرفش اتكلم، مش لازم، ما بعرفش اقول واتر دي، ما بعرفش اظبطها، تطلع مني ووتر، مش لازم تقولها اصلا، طلع الساوند زي ما هو، بس ما تعملش اخطاء تعمل كونفيوجن. ده فيما يخص مساله الاكسنت، عشان انت في المرحله دي السنيه دي والدراسه دي هتلاقي الموضوع عامل، وكمان السوشيال ميديا عامله هوس، الفيديوز بتاعت كلمه كذا انت بتقول، عارف ان انت عرفت كان عندك كام سنه لما عرفت انك بتقول كلمه مش عارف ايه غلط. يا عم والله ما غلط، والله الناس بتطلع تقول حاجات لا هي صح، هي بتتنطق كده وكده، بس انا عايز اقول الامريكان انجلش وعايز اتنطط عليك. لا اسمعش الكلام ده، اتكلم بوضوح مفهوم، ما عندكش اخطاء في مخارج الحروف، وده سهل تتعلمه وتتدرب عليه. يلا اني كويشنز؟ اتفضل. طيب هقول لك دلوقتي، هل الديمو ما هو، ما انا هقول لك دلوقتي ان مفيش فرق اصلا بين الديمو في الانترناشونال سكول وفي مدرسه تورا بورا الاعداديه، هي هي. ليه؟ انا هدرس جرامر في 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 مدارس مصر مش عارف ايه، او هدرس جرامر في المدرسه الاعداديه اللي جنب بيتنا، صح؟ هدرس رايتنج، هدرس فوكابيلاري، في فريم وركس لتدريس كل حاجه من دي، هطبقها هنا وهطبقها هنا. يعني البرفورمانس بتاعي في الكلاس في الانترناشونال سكول المفروض انه ما يختلفش عن المدرسه الحكوميه. لا ما اقصدش،
الفريم ورك. يعني انا هدرس رايتنج مثلا النهارده، تمام، هجيب لكم سامبل وابدا افصصها واشرح عليها ولا اعمل لها اناليسز ومش عارف ايه. هعمل ده في الانترناشنال وهعمل ده في المدرسه الحكوميه. انا بدرسكم مهاره الرايتنج، فانا هقدمها بالطريقه دي او باي طريقه من الطرق الفاليد في اي مكان. طب انا رايح اعمل ديمو في مدرسه، مفيش حاجه اسمها رايح اعمل ديمو في مدرسه انترناشنال، الا طبعا لو هم طلبوا منك مثلا تدريس ليتريتشر، فلازم يكون عندك خبره في الحته دي. لكن انا بتكلم في الحاجات العاديه، جرامر، رايتنج، ريدنج، فوكابولري وهكذا. انا هعمل طريقه التدريس اللي انا خدتها في التفل، خدتها هنا في الكليه، اللي بقدم بيها الرايتنج او الجرامر او الفوكاب، هعملها هنا او هنا او هنا، ملهاش علاقه بانا بقدم فين. اه تكلمي كده عن الكونتنت. طيب الكونتنت المفروض المدرسه بتقول لك هتدرسي ده في الدم، ده طبيعي. طيب ما قالوش الوصول للكتب بتاعه الانترناشونال مش سهل، يعني الكتب اولا غاليه جدا جدا جدا، حطوا 70 جدا، مفيش منها نسخ بي دي اف متوفره. بالظبط. ومش هتشتري يعني كتاب مثلا ب $200 ولا $100 ولا $150 عشان تعملي ديمو كلاس. فالحل ان تشوفي حد زميل او زميله في مدرسه انترناشونال يفيدك بماتيريال، يكون هو عنده البي دي اف. طبعا البي دي اف تبقى موجوده مع التيتشرز، يعني بتتبعت في البيبر بوك وفي بي دي اف وفي اونلاين ريسورسز، بس لازم يكون انا شغال في مكان، فممكن حد يساعدك بده. لكن انك تلاقيها، لا مش هتلاقيها، يعني كتب الليترشر، كتب الجرامر، كل ده مش هتلاقيه. فهو الحل انك تلجئي لحد يكون شغال في مكان، يا فلان او يا فلان عندي ديمو كلاس بكره في مدرسه انترناشونال وعايزين مني درس ريدنج، وانا عايز اجيب حاجه من اللي انتوا بتدوها، ابعت لي نسخه، ابعت لي جزء من البي دي اف، ابعت لي البي دي اف وهكذا. لكن يعني كده على الانترنت مش هتلاقيه. كده وصلت كده انا عارف ان انا ما اديتلكيش حل، بس انا بقول لك الواقع، الواقع ان مش هتلاقيها، مش هتلاقي الكتب دي فري. ما هو انا اللي مستغرب منه ان انت لما بتروحي ديمو المفروض المدرسه بتقول لك احنا عايزينك تعملي كذا. على فكره انا وقتها تمام حلو. الانترفيور ما كانتش فاهمه انا بعمل ايه. طيب يبقى المدرسه دي احنا بنتكلم في مدرسه من اللي انا قلت من شويه ايه، انت ممكن تروح من هنا على مدرسه معقوله. المدارس الكبيره شويه هيبقوا عارفين الكلام ده كله وهيقولوا لك، يعني انا لما رحت يا جماعه يا فلان عندك ديمو مثلا يوم الاثنين الجاي هتدرس فيها كذا، خلاص هتدرس فيها مثلا النارتيف اساي، فانا جاهز وعارف وجبت ماتيريال. حتى لو قال لي نارتيف اساي هقدر اقيله ماتيريال غير الكتب، بس لازم يحدد لي توبيك. لكنه يسيبني كده تعالى انت اجتهد، طب ما انا اجتهدت وقدمت لك سيشن، انت عايز مني ايه؟ فزي ما قلت لك حسب المكان اللي مقدمه فيه، واحمدي ربنا انك ما رحتش المكان ده، لان لما يكون الانترفيور مش عارف وبعدين هتتعبي معاه. في دلوقتي معظم الفيكنسيز على لينكد ان بتطلب اصلا مينيمم 2 years experience in the international trade. يعملوا ايه بقى؟ ما هو ده سؤال البيضه الاول ولا الفرخ. انا دلوقتي عايز اشتغل في انترناشونال، طيب عايزين خبره في انترناشونال. طب ما والله هو ده اللي بيحصل. طيب بنعمل ايه؟ في بعض الحلول ان انا اشتغل في الاول اسيستنت تيشر في مدرسه انترناشونال، مش عيب، مش عيب اطلاقا، هتتعلم هتدعك. احنا في مثلا كده بيقول ايه، الشغلانه اللي ما كنتش صبي فيها مش هينفع تبقى معلم فيها. اذا ما ادعكتش كده في الارض شغل مش هتنفع تبقى مدرس شاطر. فمش عيب ان انا اشتغل اسيستنت تيشر، ايه المشكله؟ لو لقيت فرصه دي في مدرسه انترناشونال هتعلم، ويبقى عندي في السي في بتاعي ان انا اشتغلت في مدرسه اسيستنت، بس خلاص عرفت السيستم، حلو جدا. وده اتيتيود ممتاز، انت هتكملي وهتبقي حاجه ان شاء الله كويسه. في ناس تقول لك ايه، يعني انا 6 اكتوبر يعني ودافعين فلوس دي كلها ورا راجل واشتغل اسيستنت، انتوا بتهرجوا؟ انت اللي بتهرج مش احنا. اتفضلي. في الكتاب
اتفضلي. اه يا راجل، طب مش تقول لي عماله ولا هتبقي حاجه كويسه؟ لانه غالبا لما تتخرج هتلاقي ان انت مع زمايلك اللي كانوا بيشتغلوا او اللي كانوا متخرجين معاك في نفس المكان. طب والله هم مثلا راحوا مدرسه يبقوا فيها، انا هتكلم على السالري معاك ان انتوا معظمكم مهتم بالحاجات دي وده طبيعي الوقت اللي احنا فيه. اول سنه دي او اول ترم انت بتشتغل فيها هتلاقي زميلك اللي متخرج معاك نفس الدفعه ممكن يكون بيقبض 1000 2000 وهتلاقي ان انت as a common teacher مش main teacher عندك نفس المسؤوليات بتاعت المين تيشر ممكن تكون بتقبض اضعافه، ممكن تكون بتقبض 3 و4 و5 و6 as a common teacher. فهي فعلا يعني انا باثر على كلمه المخرج قلتها ان هو مش عيب ومش غلط ومش حاجه تقل منك ابدا، بالعكس انت بيبقى عندك حاجات او مهام بتبقى كبيره جدا يعني في المدارس الانترناشونال بالذات بتبقى كمان ممكن اكتر من المين تيشر في مدرسه عاديه او حكوميه او خاصه. بس شكرا دكتور. طيب عشان وقتنا اني كويشنز اتفضلي. انا متاكده ان احنا we already discussed this before but انا I just want to revise. انا if I want to apply او enroll into an international school او American diploma school outside of Egypt عشان مصر يعني مش احسن حاجه. Since you stated that you work in Saudi what is the minimal work experience or minimal requirements to apply in any طيب هكلمك عن مدرستي يعني اللي تعتبر من التوب سكولز في جده، من اقدم المدارس ومن اكبر مدارس انترناشونال هناك. نمبر 1 جود برونانسيشن، اول حاجه برونانسيشن مش اكسنت، تمام. نمبر 2 2 years of experience are okay، وده كمان عشان السفاره يعني مش هينفع تسافروا الا بشهاده خبره، ف 2 years of experience في مدرسه انترناشونال ممكن تسفرك. 1 year ممكن تسفرك. ها تاني هقول لك it depends on your performance، بس انت اللي بتشغلي نفسك. هم محتاجين، هقول لك اصل السوق بيمشي ازاي. المدرسه عندنا محتاجه مدرسه، في مدرسه ولدت وعايزين واحده، حلو. طيب قدمنا، قدم لنا 8 منهم مثلا 6 البرونسيشن بتاعها مش حلو ما عجبناش، وفي واحده معاها 3 years experience as a co-teacher وفي واحده لسه fresh graduate، فالكوتيشر عنده فرصه دلوقتي صح. طب انا قدم لي 10 منهم 8 عندهم experience في مدارس انترناشونال كبيره في مصر، فهي مساله عرض وطلب، كل حاله بتختلف عن الثانيه. وصلت الفكره؟ فاه تقدر تسافري وانت co-teacher. انا اشتغلت في مدرسه انترناشونال من غير ما يكون عندي خبره في مدرسه انترناشونال، عملت ديمو عجبهم خلاص شغلهم. فزي ما قلت لك حسب المكان، حسب حجم المكان، وحسب ظروف اللي هي بقى مساله الرزق. هي انت في الوقت ده هم ما فيش غيرك اللي تنفعي. طب انا كو تيتشر خلاص، ما انت عندك فكره عن السيستم واشتغلتي وجربتي هتشتغل. فهي ملهاش معايير ثابته. في مدارس ممكن تاخد ناس بخبره سنه، ممكن مدارس تاخد ناس وتقول لهم اعملوا شهاده خبره من المكتب، يعني حسب مستوى المدرسه وحسب ظروف الوقت. اتفضلي. هل في شهادات ممكن مثلا تكسبيها؟ ما احنا قلنا بقى الشهادات بتعمل اللمبه الخضراء دي بتاعت فلانه معاها شهاده، تعالوا نشوفها. الشهاده مش بتشغل، الشهاده بتفتح لنا الباب بس للانترفيو وللديمو. عملت ديمو كويس هتشتغل مهما كنت. احنا بقى لنا وقت بسيط انا عارف، انا بس بقى. تمام اوكي، حد عنده اسئله اتفضلي. دلوقتي في سايتس وابلكيشنز كتيره علشان الاونلاين تيتشنج، هل لازم ادمو واعرف منين اللي هي معتمده؟ يعني ايه؟ يعني موثوقه. مش فاهم تقصدي ايه بابلكيشنز موثوقه؟ يعني لا معلش انا مش فاهم. ايوه قلت ان هو برضه ده بتيست. اه بحتاج اعرف التولز بتاعته. دلوقتي بيبقى في مثلا حاجات فيك ممكن ما اقولش سكام، لا اللي هي سكام. لا احنا في حاجات يعني انا ما باجي ادرس اونلاين مثلا عايز اسال الطلبه، فبدل ما بكتب سؤال بحط بعمل لهم حاجه على كويزز مشهور قوي، كويزز كهوت. لا مش فاهم الاكاديميز يعني. الاكاديمي نفسها سكام.
بره مصر ما اقدرش اقول لك تحكمي ازاي، هنا هتعرفي. يعني انا جاي لي انا قدمت مثلا في اكس، مدرسه اكس اللي معروفه، مدرسه واي، مدرسه المدارس الاونلاين في مصر اربعه ولا حاجه معروفين معدودين. طب الاكاديميز ممكن يضحك عليك عادي، كلنا حصل معانا كده يعني، كلنا ممكن معرضين لده، ان انا هشتغل معاهم شهر وبعدين بعد ما اتفقنا على ريت معين في الساعه لا اصل والله ولا الامور اشتكوا فاحنا هنزل لك الريت شويه، او معلش بقى ما هو انا بقى حته لازم دي مخليني مش فاهم سؤالك. ديمو الايه؟ ديمو لمين؟ الديمو انت بتعمليه عشان تشتغلي. حلو، انت بقى الدكتور قال لي ان انت قصدك هل المكان اللي بتشتغلي فيه فيك ولا حقيقي؟ ايه علاقه ده بالديمو؟ ده سؤال تاني يعني. طيب لازم ديمو، لازم على الاقل بتبعتي شورت فيديو. يعني انا بما اني ليا علاقات كتير بناس عندهم مدارس اونلاين، فبيقول لك ابعتي السي في بتاعك وشورت فيديو خمس دقائق تشرحي فيه منه تعالي بقى دي كويسه او مش كويسه، لان الاونلاين تيتشنج مش زي الفيزيكال بريزنس كده، موضوع مختلف. انا قاعد ما عنديش في حاجات كتيره قوي ناقصاني، شفتوا عمال اروح واجي واتكلم وادي لكم، انت قاعد قدام شقه قدام كاميرا كده. فالتدريس في الاونلاين انا شايفه اصعب من الكلاسز، يعني اشتغلت الاثنين سنين طويله، لا التدريس الاونلاين اصعب. كنسل بس حد بيت. لا لا خلينا تمام يا جماعه. فلازم ديمو بس هيكون بطريقه مختلفه شويه، هتبعتي شورت فيديو 5 minutes 6 minutes 7 minutes وهم يقولوا لك بعد كده. ها يا جماعة حد عنده أسئلة تانية؟ خلصنا؟ طيب to wrap up، احنا اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ عن الإعراب أول حاجة فاكرين؟ وبعدين اتكلمنا عن الأمريكان دبلوما، عن الكريدت أورز، عن الكومن كور ستاندردز وازاي الدنيا بتتحسب، وعن امتحانات السات والإي إس تي والأكت. بعدين اتكلمنا عن الكارير باث، الثري ويز اللي موجودين، ممكن يكون في ويز تانية أنا بقول لكم الحاجات اللي أنا عارفها وشفتها واشتغلتها. وبعدين اتكلمنا عن ان الاونلاين بالذات بقى لوحده محتاج ان احنا نتعلم سكيلز اديشنال سكيلز غير اللي موجوده، غير التيتشنج سكيلز بتاعتنا، محتاجين اديشنال سكيلز نتعلمها عشان نشتغل اونلاين. اتمنى ما اكونش السيشن كانت تقيله عليكم يعني، وشكرا لكم على انتباهكم وعلى مشاركتكم. شكرا دكتوره. بس انا مو طيب، بس قبل ما تعمل فينش قول لي عشان. شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك. ثانكس ا لوت. شكرا. شكرا. شكرا دكتور حضرتك، شكرا لك. استنوا هناخد صوره، ما حدش يتحرك، استنوا نتصور. قفلت.